واضح السلايد شير ولا لا؟ واضحة يا دكتور. طيب تمام. المحاضرة الثانية Amniotic Fluid and Abnormalities in Liver. دكتور الصوت بعيد بس شوية. تمام كده الصوت احسن. سلايد شير موجود عندكم ولا لا؟ تمام يا دكتور. طيب اوكي. بص هي المحاضره دي ظريفه لان الميزه اللي فيها ان احنا بنقارن حاجتين ببعض، فدايما الحاجه اللي فيها مقارنه بتثبت في الراس اكتر. دايما لما نقارن معلومه بمعلومه تانية هنلاقي المعلومه ثبتت في راسنا اكتر. ايه بقى اللي هو الامنيوتيك فلويد؟ طبعا انتوا واخدينه قبل كده في الفسيولوجي وفي الاناتومي وفي تكوين البيبي، كل الحاجات دي واخدينها قبل كده. ده عباره عن ايه؟ الفلويد سراوندنج الفيتس وذين امنيوتيك سيت، يعني باختصار السائل اللي موجود حوالين البيبي جوه ايه؟ الامنيوتيك سيت. طيب الفيتال ممبرين، خلوا بالكم ممبرين نوت ممبرين، يعني جمع فيها اس جمع. عباره عن ايه الفيتال ممبرين؟ ده عباره عن كل الاستراكشر اللي طلع من الزيجوت بس مش داخله في تكوين الامبريو اللي هو البيبي، اللي هي بنتقال عليها ايه؟ اكسترا امبريونيك ستراكشر فروم بريميتيف بلاستومير، يعني كل الحاجات اللي طالعه من الزيجوت اللي هي البويضه المخصبه وما دخلتش في تكوين البيبي، بتدخل في تكوين ايه؟ الممبرين. احنا قلنا ليه ممبرين نوت ممبرين؟ لان الممبرين ده عباره عن ايه؟ عن كورنيون وامنيون ويوكسات والامبلايكال كورد اللي هي الالنتوا والبودي ستاب. ماشي؟ طيب دي الصورة دي بتوضح لكم الامنيوتيك ساك وجواها الامبريو، اوكي، وفي اليوك ساك موجودة عندنا وامبلايكال كورد الواصل من البلاسينتا للبيبي. طيب الفوليوم بتاعت الامنيوتيك فلويد عشان ايه؟ عشان نعرف ايه النورمال وايه الاب نورمال. تمام، تقريبا عند 10 اسابيع تبقى الكمية حوالي 30 مللي، توصل عند 16 اسبوع تبقى 250، توصل 1000 امتى؟ من 36 ل 38 اسبوع، يعني البيبي لما بيكون فول تيرم. عند 40 اسبوع بتقل للنص تقريبا، يعني بدل 1000 عند 36 38 توصل لنا 500. لو البيبي دخل في بوست تيرم ندخل في اوليجو هيدرامنس، يعني الميه بتقل. اوليجو يعني بتقل. طيب البي اتش بتاع الامنيوتيك فلويد كام؟ من 7 ل 7.5. تمام؟ المفروض الاسبكت بتاعه يبقى ايه؟ ايرلي يبقى كلير، اوكي؟ بعد كده ليت بيبقى وايتش او اوبيك شويه. ودايما احنا لما بنبص على اللايكور في الاول بنلاقيه ايه؟ اللايكور اللي هو الامنيوتيك فلويد بنلاقيه الاول كلير في اول الحمل، في اخر الحمل بنلاقي في نقط بيضاء. النقط البيضاء دي بنقول عليها الماتيوريتي، يا اما تبقى ميكونيوم، خلوا بالكم ممكن يبقى ميكونيوم، فبنعتمد على الحركه، البيشنت بتشتكي هل الحركه قلت او زادت قوي، او بتشتكي مثلا في ديس تشارج نازل منها لونه مختلف، وبنعمل الدوبلر. لو الدوبلر طمني والحركه كويسه يبقى خلاص، يبقى ده ممكن يبقى indication of maturity. تمام؟ طيب باثولوجيكال امتى بقى؟ لو كان في لونه مصفر او ميكونيوم ستين لونه اخضر او ايه؟ او بلاد ستين اللي فيه دم. بس تعيدي بتاعت الباثولوجيكال دي تاني؟ عيد ايه؟ معلش تحاول تعيدي الحته بتاعت الباثولوجيكال تاني؟ طيب تمام. بس الصوت مش واضح. احنا بنقول الامنيوتيك فلويد في الاول المفروض يبقى كلير. تمام، ممكن بعد كده في اخر الحمل بنلاقيه ايه؟ اوبيك وايتش او بيتقال عليه معكر. تمام، يعني انا لما باجي ابص على السونار الاقي في دوتس كده، ما يبقى سواد. امنيوتيك فلويد ده بيبان للسونار لونه اسود، هتشوفوه في السلايدز بعد كده، بلاقي زي نقط بيضه صغيره كده. النقط البيضه اللي موجوده ديت دي انديكيشن للماتيوريتي. طيب ممكن تبقى انديكيشن لحاجه ثانيه؟ ممكن تبقى ميكونيوم ستين، يعني العيل عمل السول جوه البطن. تمام، اشك امتى؟
ان التربيديتي اللي موجوده فيه ديت عباره عن حاجه باثولوجيكال. لما يكون البيشنت مثلا الحركه بتشتكي انها قلت قوي، حركه البيب او الحركه زادت او عامل له دوبلر، الدوبلر بيقول ان الدم مش واصل له كويس، ابتدي اشتكي، ابتدي ساعتها اشك ان دي حاجه باثولوجيكال وان ممكن يكون الدم مش واصل للبيبي كويس، فهو سبب التربيديتي اوف لايكور. تمام. لان لو بيحصل عندنا ان الدم مش واصل للبيبي كويس بيحصل ايه؟ بيحصل ان يحصل ريلاكسيشن للانال سفنكتر سبب الهايبوكسيا، فيحصل ان يبقى الميكونيوم موجود او بيبقى في لايكور في ميكونيوم. تمام. لما يبقى لايكور في ميكونيوم بدينا ان اللون ما بيبقاش اللي هو الكلير اللي احنا عارفينه، فدي تبقى حاجه باثولوجيكال. لو كل حاجه كويسه، البارامتر كويسه، الحركه كويسه، ولقينا الدوبلر كويس، كل حاجه كويسه، يبقى خلاص ده انديكيشن اوف ماتوريتي لما الاقي ان في شويه تربيديتي في اللايكور. تمام. احنا قلنا باثولوجيكال دي حاجه معلومه انا بقولها لكم بعد كده تبقوا عارفينها، بس هو بصفه عامه اللي عندنا في السلايد هنا انه باثولوجيكال امنيوتيك فلويد بيبقى امتى؟ لو كان لونه مصفر او ميكونيوم ستيند مخضر او بلاد ستيند يعني لونه فيه دم، او بيورلان يعني فيه انفكشن. تمام. الحاجات دي كلها بنقول عليها ايه؟ ان في حاجه مش طبيعيه او في باثولوجي موجود عندنا. طب دكتور ماشي، الحاجات دي كلها بعرفها بالالترا ساوند طيب ولا ايه؟ لا، اللون ده بيبان سودي يعني عينه مثلا لا الترا ساوند بتبين لي ان هو كلير ولا في تربيديتي يعني في نقط بيضه في الالترا ساوند، بس اللون اللي انا بشوفه بيبقى فيه رابشر اوف ميمبرين. يعني عينه رابشر اوف ميمبرين والاقي اللايكور نازل لي اصفر، نازل لي مخدر، بلاد ستين، في بلاد، في بيورلاند، دي بتبقى قصادي بقى حاجه انا شايفاها. طب دكتور، طب الاثوب الثانيه اللي هي اليالوش والبلاد ستيند والبيرلين دي ايه كوزز؟ طيب ما يقولش ده ممكن يبقى فيه انفكشن. عندها انفكشن، انفكشن مثلا واتيفر بقى، بكتيريا مثلا بكتيريا في النوزل في الغالب بتعمل جراي شويه، ممكن يبقى ترايكومونس انفكشن بتديولوش ديسشارج موجود. ميكونيوم ستيند ده معناه ان فيه في الغالب فيتال ديستريس، زي ما قلنا بيعمل ريلاكسيشن انال سفنكتر الهايبوكسيا، فبيعمل باتج اوف ستول، فبيدينا الميكونيوم ستيند. بيورلنت انفكشن طبعا، بلاد ستيند ده ممكن يبقى حاجه من حاجات الانتي بارتم هيموريدج، في دم نازل وات ايفر بقى، بلاسينتا بريفيا، لو لاين بلاسينتا، انتي بارتم هيموريدج بينزل في الصال مثلا للمشيمه، فبينزل دم موجود عندنا في اللايكور. فدي الحاجات اللي بيبقى باثولوجيكال فيها. طيب احنا عندنا الامنيوتيك فلويد ايرلي تكوينه بيجي منين؟ بيجي من ايه؟ ترانسديشن فروم بلاسينتا والامنيتك سيرفيس، يعني جاي لنا من البلاسينتا والامنيتك سيرفيس ده الايرلي. طب ليه بيجي منين؟ من الفيتال يورين والالفيولار فلويد. ماشي. لان البيبي بيحصل يورينيشن في الامنيتك فلويد وبيبلع الامنيتك فلويد تاني، يعني تبقى زي سايكل كده. طيب ابزوربت باي ايه؟ فيتال سوالونج والامنيتك ممبرين. ماشي. دي حاجات المعرفه تبقى عارفين جاي منين رايح فين الكلام ده. طيب ايه الفانكشن بتاعت الامنيوتيك فلويد؟ هو ليه فايده؟ طبعا ليه فايده كويسه جدا. اول حاجه بروتكشن اوف اكسترنال تروما، يعني لو المطر دي اتخبطت في بطنها متفر الكود، الوجود الامنيوتيك فلويد ده بيمنع التروما انها توصل دايركت للبيبي، فبيحمي الام طبعا. طيب ثاني نقطه، بيساعد على الانفليشن اوف بالمونري الفيولاي، لان في حالات الاولجو هيدرامولس هتاخدوها بعد كده هنلاقي بيحصل بالمونري هيبوبليزيا من الكومبليكيشن بتاعت الاولجو هيدرامولس. اولجو يعني كميه الميه قليله، بولي يعني كميه الميه زياده، وساعات بتلاحظوا في الاسئله بيجي هيدرامولس يعني معناها بولي هيدرامولس. يعني ممكن نقول لكم سؤال مثلا، انا شفت اسئله كده هيدرامولس مش مكتوب بولي هيدرامولس، مكتوب هيدرامولس بس، فدي معناها ان الميه زياده. تمام. ثاني حاجه بروفايد ميديوم فور فيتال موفمنت، في يعني ده عباره عن مكان البيبي بيتحرك فيه، طالما في ميه هيعرف يتحرك. لو ما فيش ميه موجوده هيحصل ان الابدومينال وول والوول اوف ذا يوترس هيحصل لها كومبريشن على الفيتوس، مش هيعرف يتحرك. طيب بريفنت اديشن بين اميون وفيتال سكين، ليه بقى؟ لان في حالات الاوليجو هيدرامنس الاميوتيك ساك ما بيكونش فيه ميه بينها، او الاميوتيك ممبرين ما فيش ميه بينها وبين الفيتال سكين، فبتلزق في الفيتال سكين وبيحصل كومبليكيشن وكونجنتال انوماليز هنشوفها بعد كده بالصور. بتخلي التمبريتشر ثابته بتاعه البيبي، وبتخلي ميديوم موجود للفيتال اكسكريشن، لان زي ما قلنا الفيتس بيحصل سوالونج في الامنيوتيك من الامنيوتيك فلويد والاكسكريشن بيطلع في الامنيوتيك فلويد. تمام. طيب احنا قلنا دي فانكشن بتاعته ديورنج بريجننسي، الفانكشن ديورنج ليبر بيعمل ايه بقى؟ اول حاجه ان الفور ووتر او كيس الميه اللي هو بيبقى نازل مع الولاده بيساعد دايليتيشن اوف ذا سيرفكس. حالات بيبقى فيها اولجو هيدرامولس بيبقى البروجريسيف ليبر بيبقى
متاخر شويه بيبقى الدايليشن قليل شويه، فطبعا بيج فوتر بيساعد الدايليشن اوف ذا سيرفيس. ثاني حاجه بتحفظ البلاسينتا والامبليكال كورد فروم كومبريشن اثناء ايه انقباضات الرحم، لان لو انقباضات الرحم على طول دايركت على البلاسينتا من غير ما يكون اللايف حواليها ايه هيحصل بيعمل ستريس طبعا بيحصل لها وهيقلل الدم اللي وصل للبيبي فهيحصل فيه تلبيه ستريس. ثاني حاجه بعد الرابشر اوف ميمبرين الامنيتك فلويد ده عنده ايه؟ عنده انتيسيبتيك وليبريكانت اكشن. اول حاجه انتيسيبتيك طبعا فيه مضادات البكتيريا موجوده فيه. ثاني نقطه اللي هو ليبريكانت حاجه بتزحلق بتساعد البيبي من الزحلق ما تبقاش الولاده جافه ماشي. طيب ايه الكلينيكال امبورتنس؟ احنا قلنا الفانكشن، طب ايه الامبورتنس بتاعته؟ احنا كدكاتره بستفيد ايه من الامنيتك فلويد؟ اول حاجه اقدر اشوف الفيتال مالفورميشن زي ايه. طب حد يعرف يقول لي الفا فيتو بروتين بتزيد امتى وتقل امتى؟ حالات ايه بتزيد وحالات ايه بتقل؟ دي معلومه عامه تبقوا بس عارفينها. بتقل في داون سيندروم ولا برافو ال داون يعني لو يعني داون حاجه داون تحت يبقى داون سيندروم من اسمها. بتزيد امتى؟ بتزيد في نيورال تيوب ديفكت. نيورال تيوب ديفكت يعني ساعات بيبقى مش موجود وات ايفر بقى البون بتاع الكرينيوم او سبينال كورد مثلا مش موجود او فيرتبرال كولون او بتبقى المينجيز طالعه بره او سبينال كورد طالع بره يعني اكسبوز تو اوتسايد، فده بيساعد ان الالفا فيتو بروتين يزيد عندنا ماشي. طيب ممكن نستعملها في اسسمنت فيتال ويل بينج بستعمل امنيتك فلويد اندكس هناخده بعد كده. طيب اسسمنت لانج ماتشوريتي هقولها لكم بعد كده برده. دياجنوستس فولو اب اوف ليبر يعني انا باسس الليبر في البيبي ده بينزل الميه بتنزل يعني الليبر ماشيه كويس ولا لا ما بيحصلش الكلام دوت. في حاجه اسمها فيرنينج تيست ده لما يكون في بريماتشور رابشر اوف ميمبرين يعني جاب الميه اتفتح قبل اوانه. انا ساعات ما ببقاش عارفه هل دي ميه هل ده ديس تشارج نازل من البيشنت عندها ليكوريه. في تيست اسمه فيرنينج تيست ان احنا بنعمل تيست بناخد اللايكور ده او الفلويد اللي نازل من البيشنت بنحط على سلايد بنلاقي حاجه عامله زي ورق الشجره اربورايزيشن ده اسمه فيرنينج تيست. يقول لي دوت لايكور عشان المكونات اللي فيه من الصوديوم والحاجات دي بتعمل لي الفيرنينج تيست تمام. طيب ممكن احدد كروموسومال ابنورماليتي زي عندنا ايه حاجات انتوا خدتوها قبل كده واخدينها في الاطفال الداون والادوارد سيندروم والحاجات دي. ممكن اعمل دي ان اي ستادي عشان اشوف سنجل جين ديس اوردر تمام. طيب بعمل اسسمنت الامنيتك فلويد فوليوم بايه؟ في كذا حاجه. اول حاجه ان انا بستعمل الترا ساوند. في حاجه اسمها دي فيرتيكال بول هقوله لكم دلوقتي في السلايد ان انا بقيس بول واحد واشوفه قد ايه. في الحاجه الثانيه الافضل اللي هي امنيوتك فلويد اندكس ودي طبعا انا بفضلها يعني ممكن نبعت سونار لدكتور السونار يجيب دي فيرتيكال بول بس لا انا افضل امنيوتك فلويد اندكس ادق. يعني حتى لو جالنا سؤال عشان نعمل اسسمنت لبيشنت كويس نعملها اسسمنت ايه افضل حاجه طبعا امنيوتك فلويد اندكس لانه هيجيب لي الاربعه كوادرنت زي ما قلت لكم. ده عباره عن ايه؟ ان انا بجمع الدي بيست فيرتيكال بول في اربعه كوادرنت وبعد كده اجمعهم واشوف العينه دي كام. بصوا السلايد دي مهمه خلوا بالكم منها يعني مش مهمه يعني مش هتجيلكم لا عشان تبقوا فاهمين الدرس. بصوا البطن احنا بنقسمها اربع ارباع تمام. وبعد كده السلايد اللي على اليمين ممكن تلاقوا حاجه ممكن تعيدي اخر نقطه عيد ايه ممكن تعيدي اخر حته. طيب تمام هشرحها لكم على السلايد. احنا عندنا البطن بنقسمها اربع ارباع عشان اشوف امنيوتك فلويد اندكس تمام. اربع ارباع اثنين فوق واثنين تحت السنتر فين عند الامبليكا. طيب انا عندي السواد اللي في السلايد اللي على اليمين دي السواد ده اللي هو اللايكور اللي عندي وهتلاقي فيه دوت كده باللون الاخضر ده الدكتور بتاع السونار قايس الديبست فيرتيكال بول اللي احنا قلنا عليها تمام. ديبست فيرتيكال بول في السلايد اللي قبلها ده اسمه ديبست فيرتيكال بول. انا بعمل الموضوع ده امتى؟ انا عندي اربع كوادرنت تمام. كل كوادرنت من دول بقيس الديبست فيرتيكال بول لما اجمعهم على بعض ده اسمه ايه؟ امنيوتك فلويد اندكس. معايا؟ يبقى كده مين ادق؟ امنيوتك فلويد اندكس لان انا بشوف الديبست فيرتيكال بول في الاربع كوادرنت فاقدر اقول لك السيتي دي عندها لايكور كام. للاسف في دكاتره السونار بيستسهل يبدي يعمل مثلا ديبست فيرتيكال بول ويكتبه وخلص على كده. لا طب انا عاوزاك تقيس لي الاربعه لان ممكن احكم عن طريق الاربعه العيانه دي عندها بولو هيدرامنوس عندها ايه مشكله. ممكن ديبست فيرتيكال بول لو الدكتور لقاه كويس لوحده
يقول تمام. لا مثلا لما يقيس الاربعه لما انا بعمل اكسكلوجن ان عندها بوله هيدرام يعني الميه دي زياده تمام. طيب ايه الابنورماليتيز اللي عندي؟ عندي ماشي هو ايه ماشي ايه الديبس فيرتيكال بول دي اصلا يعني ده الدبس ده ولا ايه؟ اه بص القياس اللي احنا قايسينه شايف السلايد على اليمين ده ده اسمه ديبس فيرتيكال بول اهو زي ما انا قلت لك السلايد السلايد ديت اللي هي عندكم اللي هي السلايد على اليمين الدوت اللي بالاخضر ده اسمه ديبس فيرتيكال بول تمام. يعني بقيس الميه قد ايه بقيس بالسنتيمتر في كرسر كده بيبقى موجود عندي في السونار بثبته فوق وبرجع بمشي بيه لحد النهايه وبعد كده اقيس المسافه دي كلها على بعضها كام تمام. واجمع بقى الفور كوادرنتس مع بعض يعني الكره ده في الفور كوادرنتس برافو الاربعه مع بعض يجيب لي الامنيوتيك فلويد اندكس تمام. طيب ايه الابنورماليتيز بقى؟ احنا قلنا حاجتين يا اوليجو يعني كميه الميه قليله يا بولي هيدرام. انا قلت لكم المحاضره دي ظريفه ليه بقى؟ لان احنا عندنا كل حاجه بنقارن اللي قصادها فطالما انا قارنت المعلومه هتثبت في راسي تمام. اوليجو بولي من الديفينيشن ماشي مهم الديفينيشن ممكن يجي لنا سؤال في الديفينيشن اصلا ايه بقى الفرق بينهم؟ اوليجو هيدرامنس يعني الاماونت بتاع الامنيتك فلود اقل من 500 طب البولي اكتر من 2000 ماشي يبقى احنا ضربنا في 4 تمام فرق بينهم. طب الاندكس 5 اور ليس امنيتك فلود اندكس هنا امنيتك فلود اندكس في البولي هيدرامنس اكتر من 25 ضربنا في 5. طيب ديب فيرتيكال بول اقل من 2 يعني لما اجيب الديب فيرتيكال بول تخيله هيبقى اقل من 2 سم هنا الديب فيرتيكال بول اكتر من 8 البولي هيدرام ضربنا في 2 يعني افتكروا دايما ان الاوليجو هيدرامنس والبولي هيدرامنس يا اما في حاجتين بنضرب في 4 وحاجه بنضرب في 5 امنيتك فلويد اندكس بنضرب في 5 عشان انا قلت لكم امنيتك فلويد اندكس ده عباره عن ايه ان انا بجمع الفور كوادرنت فالامنيتك فلويد اندكس بتاع الاوليجو هيدرامنس اقل من 5 في البولي هيدرامنس اكتر من 25 يعني ضربت الرقم بتاع الاوليجو هيدرامنس في 5 تمام عشان بيحفظ الارقام لو ربطها في دماغه ان انا بضرب الرقم ده في 4 والرقم ده في 5 هيعرف يجمع الارقام وتثبت في راسه يبقى بسهوله كده اوليجو هيدرامنس امنيتك فلويد اندكس قد ايه اقل من 5 يبقى في البولي هيدرامنس اكتر من 25 ضربت في كام في 5. طيب نيجي للحاجتين التانيين اللي بنضرب في 4 اوليجو هيدرامنس يبقى الاماونت بتاع الامنيتك فلويد اقل من كام اقل من 500 يبقى انا في البولي هيدرامنس هيبقى اكتر من 2000 اذا ضربت في 4. طيب الديب فيرتيكال بول خلي بالكم دي اماونت يعني بالملي ديب فيرتيكال بول ده بالسنتي الاندكس بالسنتي ديب فيرتيكال بول يعني واحد ربع واحد است فيه اقل من 2. طيب يبقى الديب فيرتيكال بول هنا في البولي هيدرامنس اكتر من 8 ضربت في كام في 4 يبقى في حاجتين هنضرب في 4 الفرق بين الاوليجو هيدرامنس والبولي هيدرامنس وافتكروا الامنيتك فلويد اندكس الحاجه اللي انا بفضلها عشان بيجيب لي الفور كوادرنت فده بضرب في كام في 5 تمام عشان الديفينيشن بيعتمد بعد كده على الاماونت. طيب البولي هيدرامنس دي عباره عن ايه باثولوجيكال اكوموليشن اوف امنيتك فلويد يعني حاجه مش طبيعيه وقلنا الامنيتك فلويد بيختلف حسب الجيتيشنال ايج بس اكتر من 2000 ملي في اي وقت ده يعتبر ابنورمال او هاي. طيب ايه الفيتال كوز نخلي بالنا بقى فيتال كوز ايه بولي هيدرامنس تمام. خلوا بالكم ان ساعات بتيجي في الاسئله بولي هيدرامنس لقيتها بتبقى مكتوبه هيدرامنس انا شفتها في الامتحانات قبل كده فنخلي بالنا برضه عشان لو جات لنا بولي هيدرامنس يعني هيدرامنس وبرضه اساله اللي بيراقب عليه تمام بس هي في الغالب بتبقى كده على اساس بس ما يكونش فيه غلطه في النقل او حاجه او كده بس هي في الغالب بتبقى بولي هيدرامنس اللي هي هيدرامنس. في تلكوزس اول حاجه مالتيبل بريجننسي طبعا لو عينه عندها 2 بيبي 3 وجستيشن ساك 1 ممكن طبعا يبقى فيها بولي هيدرامنس. ثاني حاجه فيتال انوموليس نركز قوي 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 الفيتال انوموليس اللي تعمل لنا بولي هيدرامنس اللي هي ايه عشان هقارن بينها وبين الفيتال انوموليس اللي تعمل لنا اوليجو هيدرامنس ماشي. الفيتال انوموليس اللي تعمل لنا بولي هيدرامنس يعني حاجه بتطلع سائل كتير من البيبي بيوصل للامنيوتيك فلويد يعني البيبي ده عنده ديفكت في الحاجه اللي بتعمل حاجز تمنع وصول السائل بتاعه للامنيوتيك فلويد. ايه الديفكت بقى اللي عنده؟ اول حاجه اوبن نيورال تيوب ديفكت يعني في الغالب في الانكيفالي اوبن سباينا بيفيدا يعني عظم العظم مثلا بتاع السبال مش موجود بتاع السباينال كورد مش موجود فالسائل اللي موجود في السباينال كورد او في البرين بيطلع لنا على الامنيوتيك فلويد تمام. يبقى دايما احفظوا او افهموها بولي هيدرامنس
يعني الحاجز اللي بيمنع طلوع السائل بتاع البيبي للأمنيوتك فلويد مش موجود، تمام؟ ده ديفكت عند البيبي، تمام؟ تاني حاجة، طب ايه كمان؟ لو البيبي عنده obstructive upper gastrointestinal tract abnormalities، ماشي؟ يدينا الأوسفجيال أتريزيا، دي بدور عليها في حالات ايه؟ حالات ايه؟ انا قلتها لكم في المحاضرة اللي فاتت، وقلتها في الكلينيكال برضه. حالات الديابيتس يا جماعة، حالات الديابيتس لما تكون عيانة عندها بولي هيدرامنس ممكن نشك في ديودينال أو أوسفجيال أتريزيا. بنقول لدكتور الأطفال البيشنت دي عندها ديابيتس، وننبه دكتور الأطفال، ممكن مش كل الدكاترة الأطفال يبقوا مركزين في النقطة دي، بقول له العيانة دي بولي هيدرامنس وديابيتس، بليز اتأكد إن ما عندهاش ديودينال أو أوسفجيال أتريزيا، بيدخل رايل أو واتيبر تيوب ويتأكد إن ما فيش أتريزيا، تمام؟ غير كده أنفالوسيل، أنفالوسيل اللي هو عبارة عن إيه؟ مهم جدا ركزوا معاه. أنفالوسيل anterior abdominal wall defect، يعني defect في الابدومينال وول، انتوا اكيد واخدين الحاجات دي في الاطفال، تمام؟ دوت بيعمل لنا بولي هيدرامنس، تمام؟ خلي بالكم، يبقى حالات البولي هيدرامنس اللي هي تعمل لنا ايه؟ اي حاجه مش موجود فيها البارير اللي يمنع وصول الفلويد اللي عند البيبي للمذر، يمنع السائل اللي موجود عند البيبي للمذر. يبقى قلنا دورال تيب ديفكت، قلنا ما فيش عندنا سكال ولا موجود عندنا فيرتيبرال كولوم، تمام؟ قلنا ان هي انفالوسيل يعني ابدومينال وول ديفكت، ما فيش ابدومينال وول، فطبعا الكونتنت بتاع البيبي طالعه بره. الكاردييك ابنورماليتيز كونجنيتال هارت ديزيز، تمام؟ يبقى بولي هيدرامنس دايما معاه ايه؟ ابدومينال وول ديفكت، ماشي؟ او نيورال تيوب ديفكت. دكتور معلش عندي سؤال، معلش بس الحته اللي هي بتاعت اي حاجه بتمنع بين البيبي والام دي، مش فاهم يعني ايه؟ بص يا جماعه دي انا بفهمها لكم، ماشي؟ يعني انا عندي مثلا نيورال تيوب ديفكت. نيورال تيوب ديفكت يعني ايه؟ يعني مفيش سكال عند البيبي ده، مفيش البون بتاع السكال، تمام؟ مفيش البون بتاع الفيرتيبرال كولوم، مش انتوا واخدينها في الاطفال قبل كده؟ اوبن نيورال تيوب ديفكت، مش خدتوها قبل كده في الاطفال؟ لا. يعني انا ما عنديش العظم بتاع البرين بتاع المخ اللي هو بيحمي البرين، ما عنديش العظم بتاع الفيرتيبرال كولوم، فالسباينال فلويد سيربروسباينال فلويد مثلا بيطلع لي للأمنيوتيك فلويد، ماشي؟ يعني السائل اللي موجود مثلا في المخ او مثلا في الفيرتيبرال كولوم اللي هو السباينال فلويد بيطلع لي على الأمنيوتيك فلويد، فهيزود البولي هيدرامنس معايا، تمام؟ يعني الحاجز اللي موجود في المخ حوالين البرين ان يمنع السائل بتاع البرين ان يوصل الأمنيوتيك فلويد مش موجود. دي في حالات الايه؟ انينكيفالي واوبن سباينا بيفيدا، تمام؟ اوبن سباينا بيفيدا لان ممكن يكون في ممبرين موجود، لا دي اوبن يعني مفتوحه. طيب عندي الانفالوسيل اللي هي ابدومينال وول ديفكت، برضو نفس الحكايه، هتلاقي الابدومينال وول، هوريكم السلايد اللي بعدها اهي عشان تبقى فاهمها برضو. شايف هل في سكن هنا اللي هي ابدومينال وول ديفكت؟ السلايد اللي على اليمين، هل في سكن؟ هل في بارير؟ يعني اي كونتنت من البيبي طالع بره، تمام؟ نيورال تيوب ديفكت، شايف البرين؟ البرين طالع بره، يعني الفلويد السيربروسباينال فلويد وكل الحاجات دي طالعه بره، فتروح الاميتيك فلويد بتزوده. يعني اي حاجه ما فيهاش الحاجز اللي بيمنع وصول الفلويد بتاع البيبي الامنيوتيك فلويد مش موجود، يعني هنا السكال بون مش موجوده، تمام؟ هنا ابدومينال وول مش موجوده، السكن والمصل بتاع الابدومينال وول مش موجوده، انتير ابدومينال وول ديفكت، تمام؟ فهمت كده ولا لا؟ تمام يا دكتور. طيب اوكي، عندنا ايه تاني؟ عندنا كونجنتال هارت ديزيز، ماشي؟ او في كارديك اريزميا، الحاجات دي كلها تزود، تمام؟ طيب في بقى هتلاقي كروموزومال ابنورماليتيز، هيماتولوجيكال ابنورماليتيز، ثلاسيميا، نيورو ماسكولار، لو بيبي عنده نيورو ماسكولار ديس اوردر ما بيقدرش يبلع، احنا قلنا الاميتيك فلويد البيبي بيبلعه بيحصل له اكسكريشن فهو مش عارف يبلعه. في حالات الانتريتوراين انفيكشن، توكسوبلازما، روبيلا، الحاجات دي كل ده ممكن تعمل لنا بولي هيدرامنس. بس اهم حاجه دايما نفتكرها في البولي هيدرامنس، نيورال تيوب ديفكت، ابدومينال وول ديفكت، خلي بالنا، ماشي يا جماعه؟ دي الصورة طبعا اللي انا قلت لكم عليها. طيب احنا قلنا دي الفيتال كوزز، طب عندي الايتيولوجي تاني اللي هي ماتيرنال كوزز، في بلاسينتال كوزز، في ايديوباثيك. ماتيرنال طبعا دايبيتس زي ما انا قلت لكم، ار اتش سنسيتايزيشن، ار اتش ده طبعا تعمل لنا بولي هيدرامنس، وزي ما كنتوا واخدين في الار اتش ان يحصل اوديما وبولي هيدرامنس، هيدروفيتاليس من اسمها هيدروفيتاليس، ماشي؟ طيب البلاسينتال كوز ركزوا معايا، كورينجوما، كورينجوما دي مهمه جدا جدا في الفيتال كوزز، تمام يا جماعة؟ يعني مثلا لو قالك الفيتال بلاسينتال ابنورماليتي اسوشيتد بولي هيدرامنس،
لو جاب لك كذا حاجه كوريانجيوما كوريوكارسينوما بلاسينتا بريفيا بلاسينتا اكريتا كل الحاجات في البلاسينتا انا يهمنيش كل الهيصه الثانيه دي كوريوكارسينوما بريفيا انا يهمني كوريو انجيوما هو ده اللي يعمل لي بولي هيدرامنس كوريا انجيوما دي عباره عن ايه عباره عن بيناين تيومر في البلاسينتا يعني ورم حميد في البلاسينتا في حالاته بيحصل خمس بنسبه 50% بيحصل لنا بولي هيدرامنس تمام يبقى كوريا انجيوما دي مهمه جدا نركز عليها يا جماعه كورينجيوما ده عباره عن ايه بناين تيومر اوف بلاسينتا بيحصل معاه بولي هيدرامنس تمام خلي بالنا دي مهم ادي بس البولي هيدرامنس ممكن يخرج من غير سبب نلاقي فيه بولي هيدرامنس عند العينه السلايد دي كورينجيوما اللي هي على الشمال ده اللي هو بناين تيومر اوف بلاسينتا في حاجه ثانيه اسمها سيركومبليت بلاسينتا ماشي ده بيقول لك وايت رينج اوف دي سيدوا اراوند ذا بلاسينتا تمام دي ممكن تعمل لنا ابورشن بريترم ليبر اي جي ار يعني ليها كومبليكيشن ثانيه ممكن تعمل لها بولي هيدرامنس يبقى الحاجتين اللي في البلاسينتا احنا قلنا فيتا الماتيرنال بلاسينتا ايديوباثيك يبقى البلاسينتا فيها كوريانجيوما دي مهمه جدا تيومر اوف بلاسينتا وسيركومبليت بلاسينتا اللي هو وايد رينج اوف دي سودو اراوند البلاسينتا دي اكيد كنت واخدينها في الاناتومي قبل كده تمام طيب ايه الكلينيكال فاريابيلتيز اللي ممكن تحصل عندنا ممكن يبقى عندنا اكيوت او كرونيك بولي هيدرامنس بصوا هيدرامنس اللي هي بولي هيدرامنس هنا مكتوبه هيدرامنس هي تلاقي في تكست بوك بيكتبوها بولي هيدرامنس تكست بوك ثانيه هيدرامنس هي طيب لو لقينا قبل 28 اسبوع يعني قبل السابع يبقى ده في الغالب اكيوت لو في الثيرد ترايمستر ده في الغالب كرونيك طب الاكيوت ده رير الكرونيك ده في الغالب كومن بيحصل حوالي 10 مرات كتير قوي بتلاقي عين كرونيك بولي هيدرامنس اكيوت ده يعني حاجه بسرعه حصلت بسرعه من غير وقت يبقى رابيد اكيوميليشن يعني فجاه الست بتقول انا حاسه بطني اتنفخت بطني كبرت فجاه بنلاقي فعلا رابيد اكيوميليشن وبنلاقي ماركت بريشر سيمتوم وبيبقى بور اوت كوم ماركت بريشر سيمتوم اللي احنا بقى الحجم البطن كبير فبيضغط على الجهاز التنفسي بيضغط على الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي يعمل لنا ديزنيا بالبيتيشن الجهاز الهضمي ممكن يحصل لها ديسبيبسيا ممكن يعمل ضغط على البطن من تحت على اليورينري بلادر يبقى ماركت بريشر سيمتومز تمام طيب كرونيك بول هيدرامنس ايه حاجه خفيفه يعني بيحصل اكوميليشن بس جرادوال شويه بشويه فالبريشر سيمتوم بتبقى مودريت والاوت كام بتاعه بيبقى احسن طبعا طيب دي عيانه عندها بول هيدرامنس شايفين حجم بطنها بيبقى كبير وفي الغالب العيانه بتقول انا بطني كبيره مش ماشيه مع الحمل يعني مثلا تكون في الخامس يقولوا لها انت في السابع او الثامن يعني حجم البطن غير الحمل اللي هي حامل فيه. امتى اشخص البولي هيدرامنس؟ بشخصه بالسيمتومز وبالابدومينال اكزامينيشن والالترا ساوند ماشي؟ زي ما قلت لكم سيمتومز اللي هي بريشر سيمتومز زي ديزنيا ابدومينال ديستنشن ابدومينال بين بيضغط على اللور ليمب يعمل لنا اوديما ممكن يدخلنا بري تيرم ليبر كونتراكشن ممكن البيشنت عشان الميه كتير ما تبقاش قادره تحس بحركه البيبي الفلويد لما اجي بلاقيه زياده في الالترا ساوند مفضل ان انا اعمل اميتد فلويد اندكس يعني انا بشوف السونار كده بلاقي الميه كتير بالخبره انا من قبل ما احسب لا ده الميه دي كتيره ده الميه دي قليله ابتدي اول ما الاقي الميه كتيره افكر في الكونجنتال انوميز نعملها نعمل للبيشنت دي 3 دي على طول ابتدي ادور بقى الكونجنتال انوميز اللي انا بشك انها ممكن تكون موجوده في حاجات ممكن تبان بال 2 دي بس الادق طبعا ابعتها لل 3 دي اور 4 دي لما اجي افحص العيانه ابدومينال بلاقي ايه زي ما قلت لكم اليوترس لارجر ذان بيريد اوف امينوريا زي ما احنا قلنا انا كدكتور ما بقاش قادر احس الفيتال بارت لان الميه كتيره ممكن لو بسمع بالسماعه العاديه اللي هي البينارد يبقى صعب ان انا اسمع البيبي في الغالب مع الميه كتير ديت بيبقى في مال بريزنتيشن ممكن يحصل بريتيرم ليبر في حاجات بقى اللي انتوا كنتوا واخدينها قبل كده في البطنه بلاتابول فيتس ان احنا نزق من ناحيه لان الناحيه الثانيه الفلويد تريل نلخبط بايديا ولا استريل على الناحيه الثانيه اللي هي الحاجات بتاعه الاسايتس وكده كل الحاجات دي اللي انتوا واخدينها في البطنه ممكن نلاقيها في البولي هيدرامنس تمام طيب كلينيكال اسيسمنت زي ما احنا قلنا ان انا بقسم 4 كوادرنت وبلاقي الامنيتك فلويد اندكس اكتر من 20 او ديب فيرتيكال بول اكتر من 8 او الاقي الامونت كلها اكتر من 2000 تمام السلايد دي بتبين لنا الفور كوادرنت انا قسمت البطن وبجمع هنا وهنا 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 واشوف الكميه كلها على بعض قد ايه تمام طيب انا عندي الماتيرنال كومبليكيشن ايه اللي ممكن يحصل في البريجننسي وايه اللي ممكن يحصل في الولاده طبعا دي عيانه عندها ميه كتير الميه كتير ممكن تعمل لها ايه
اول حاجه الممبرين مش هيستحمل الميه كتير دي بريماتور ركشر في ممبرين بريماتور ليبر تدخل في ولاده بدري طبعا الميه الكتير ديت حمل على الكلى ممكن تعمل هيدرونيفروزس ممكن تعمل اكيوت بايولينيفرايتس انفكشن في الكلى طبعا الميه الكتير ديت بتخلي البيبي البريزنتيشن بتاعته مش الايديال بريزنتيشن لان ميه كتير بيحصل بلاتومنت فيها فبيبقى في مال بريزنتيشن غير طبعا البريشر سيمتوم اللي احنا قلنا عليها طيب في ديورنت ليبر ممكن يحصل ايه دي ميه كتير الكونتراكشن بتاع اليوترس مش هيبقى ايديال فيحصل يوتراين انيرشيا طيب هيحصل بعد الانيرشيا دي ايه تدخل البيشنت فاتونيك بوستبارتم هيموريج ممكن يحصل لها اكسيدنتال هيموريج طبعا ممكن يحصل كورد برولابس لان الميه كتير حوالين البيبي ممكن لان طبعا الميه الكتيره دي مشكلتها ايه ان ممكن يحصل sudden gush of fluid فينزل الكورد الاول لان البيبي بيبقى مال برزنتيشن بص هو البيبي لو كيفاليك مثلا والراس تحت فحصل رابشر اوف ممبرين معقول يبقى ممكن ينزل تبقى الراس تحت بس لما بتكون ميه كتيره في الغالب بيبقى فيه مال برزنتيشن يعني الوضع مش طبيعي فالكورد ممكن يبقى تحت يحصل كورد بلولابس طبعا الانتيك شوك واميتيك فلويد امبليزم دي كلها كومبليكيشن ممكن تحصل نتيجه الميه الكتيره اللي موجوده طيب ايه الفيتال كومبليكيشن اللي ممكن تحصل بقى عينه هتولد بدري ريسبيراتوري تراكت انفيكشن وكل حاجات البريماتشور ماشي كومبليكيشن نتيجه للاتيولوجي ايه السبب كونجنيتال مالفورميشن ابتدي ادور بقى إيه في ابدومينال وول ديفكت يورال تيوب ديفكت انفانت اوف دايابيتك ماذر ابتدي ادور بقى الكومبليكيشن ممكن تحصل معايا هايبوكلايسيميا وهايبوكالسيميا وكل الحاجات ريسبيراتوري تراكت انفيكشن ار اتش ايزو اميونايزيشن فيتال هيدروبس وديما يعني ادور على السبب اول حاجه ثاني حاجه كومبليكيشن اوف بريماتشورتي ثالث حاجه انه ممكن يحصل طبعا اي او اف دي او ستيل بيرث في حاجات طبعا لو كورت برولابس ونزل الاول حبل السري والبيشنت ما تلحقتش بسرعه ممكن طبعا يحصل اي او اف دي طب المانجمنت بيتقسم لايه كونزرفتيف مانجمنت الحاجات دي كلها بتحصل مع الاكيوت ولا الكرونيك اكتر يعني قصدي يعني بتيجي اصلا مع الكرونيك ولا الاكيوت بس على الاثنين ممكن تحصل مع الاثنين عشان كده اكتر مع الاكيوت صح اكيوت لان رابط اكيوميليشن وحسب كميه الميه وحسب العينه بتعمل اكتيفيتي كتير ولا لا وحسب في كونتراكشن ولا لا ممكن عينه مريحه وما ما فيش اكتيفيتي كتير ما فيش مشكله لا عينه بتنطط كتير وتتحرك كتير وبتعمل اكتيفيتي في كحه في عطس في انفيكشن لا ممكن يحصل الكومبليكيشن دي معاها يعني هي بتختلف من بيشنت للثانيه تمام طب ايه المانجمنت المانجمنت بقى عندي ايه في كونزرفتيف مانجمنت واكتيف مانجمنت كونزرفتيف يعني انا بتابع العيانه وبديها علاجات وكده وفي اكتيف اللي بيحتاج انترفينشن فيه طيب المانجمنت في حاجه اسمها بروستاجلاندين سينثيز انهيبيتور اندوميستاتين بندي قلل الميه في حاجه اسمها اميو ريدكشن مش بتتعمل في كل الاماكن ان انا اقلل كميه الميه في ان انا اعمل تيرمينيشن لو سيفير كومبليكيشن ابتدت تحصل وسيفير بريشر سيمتوم انكومباتيبل ويز لايف دي ساعتها يعني العيانه مش قادره تعيش بالكومبليكيشن دي ساعتها بنهي الحمل وبنبص بقى بوست بارتم ممكن يحصل ايه للبيشنت دي طيب لو عينه عندها مايل تو مودريت بوليهيدرامنس ممكن ما تحتاجش علاج كتير بنشوف الحالات دي ممكن لو تعبانه مش قادره تريح بنخليها تروح الهوسبيتال تريح نقول لها بدرس في حاجه اسمها اميوسينثيسيس انا هشرحها لكم في نهايه المحاضره ممكن بنسحب شويه ميه بابره كده بتدخل في البطن ونطمن على البيبي ماشي ونسحب شويه ميه بالاميوسينثيسيس بتتعمل في بعض الاماكن ماشي بس ليها اقطار ممكن طبعا يحصل رابشر ممبرين كوريامنايتس انفيكشن ابروبشو بلاسينتا بريتيرم ليبر كل كومبليكيشن دي ممكن تحصل هوريها لكم في سلايد بالرسمه في كل حاجه اهم حاجه ان انا اعمل بلاد شوجر كنترول لو حاله دايابيتس تمام اندوميستاتين اندوميستاتين ده بيعمل ايه بقى اول حاجه بيعمل لنا امبير لانج ليكويد برودكشن بيمنع تكوين السائل في اللنج وبيساعد على الابزوربشن وبيساعد ان احنا اللنج تمتصه تاني حاجه بيقلل الفلويد انه يمشي خلال الفيتال ميمبرين فبيقلل البيبي انه يمتص الفلويد من خلال الميمبرين بتاعه طيب ايه الكومبليكيشن بتاعته اهم حاجه بريماتشور كلوجر اوف داكتس ارتيريوزس تعمل لنا بالمونري هايبرتنشن وهارت فيلير والبيبي ممكن يموت ماشي الكلام ده مع ايه تاني اندوميستاتين اي حاجه انتي بروستاجلاندين يا جماعه بعد الشهر الثامن ممكن تعمل لنا بريماتشور كلوجر اوف داكتس ارتيريوزس ممكن تعمل ديسوفيت خلي بالكم يعني مثلا زي ايه بروفين كيتوفين كتافلام كيتولات كولتارين كل الحاجات دي ممنوعه بعد الشهر الثاني تمام ممكن تاني حاجه تعمل امبيرمنت اوف رينال فانكشن تمام ممكن تعمل لنا سيريبرال فازو كونستريكشن عشان كده الحاجات دي ما بنستعملهاش افتر 40
سوري after 34 weeks يعني في الشهر الثامن مش مستحب نستعملها تماما عشان الكومبليكيشن اللي بتحصل فيه. تمام. طيب عندنا بقى اوليجوهيدرامز دايما زي ما قلت لكم نقارن الاثنين ببعض عشان المعلومه تثبت في الحالتين. يبقى ده عباره عن ريديوس اماونت اوف امنيوتيك فلويد، اقل من كام؟ اقل من 500. الثاني قلنا اكتر من كام؟ اكتر من 2000. طب هنا الاندكس اقل من كام؟ اقل من 5. احنا قلنا هنضرب في كام؟ في 5. يبقى هناك الاندكس اكتر من كام؟ اكتر من 25. طيب دي بس فيرتيكال بول اقل من 2 قلنا هنضرب في 4 يبقى هيبقى اكتر من 8. تمام. قلنا في حاجتين هنضرب في 4 والحاجه اللي احنا امنيوتيك فلويد اندكس بنجمع الاربع كوادرنت، لا مش هنضربها في 4 هنضربها في 5 ماشي، مش هنحط الاربعه مرتين. امنيوتيك فلويد اندكس ده بنجمع الاربع كوادرنت. انا دي طريقه انا ابقى اقولها لكم عشان تساعدكم في الحفظ ماشي، براحتكم اللي عاوز يحفظها براحته بطريقته مفيش مشكله. انا بقول لكم يبقى امنيوتيك فلويد اندكس بجمع الفلويد في الاربع كوادرنت. تمام. بضرب الرقم في كام؟ في 5. مش هضرب في 4 مش هيبقى نفس الرقم مرتين. تمام. يبقى بضرب 5 في 5 ب 25 يبقى اقوله هيدرامنس هيبقى اقل من 5 بولي هيدرامنس اكتر من 25. تمام كده سهل اظن كده كلكم حفظتوها. طيب ايه الايتيولوجي بقى بتاع الاوليجو هيدرامنس؟ اول حاجه بريماتور رابشر اوف ميمبرين. العيانه دي نزل عليها ميه حلل اللي هو جيب الميه او العيانه تقول لك القرن طش او جيب الميه فتح وات ايفر بقى الاكسبريشن اللي هتقوله اللي هي بريماتور رابشر اوف ميمبرين. تمام. تاني حاجة يوريني تراكت مالفورميشن. نركز قوي 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 في النقطة دي. بصوا يا جماعة مهمة جدا، حالات الأوليجو هيدرامنس ليها علاقة باليوريني تراكت مالفورميشن، رينال أجينيزيس أو يوريني تراكت أوبستراكشن. إحنا قلنا البيبي يشرب المية ويعمل يورينيشن في المية في الأمنيتك فلويد. تمام. طيب هو عنده أوبستراكشن، عنده رينال أجينيزيس، يبقى ما بيطلعش يورينيشن، يبقى هيحصل أوليجو هيدرامنس. تمام يا جماعة. يبقى إحنا عندنا قلنا الحاجه اللي بتمنع طلوع السائل بره اوبستراكشن يبقى دي هتعمل لي اوليجو هيدرامنس. الحاجه اللي هي مفيش حائل يمنع سوائل البيبي انها تطلع بره زي مثلا نيورال تيوب ديفكت او ابدومينال وول ديفكت هتعمل لنا اوليجو هيدرامنس. فهمتوها كده؟ فهمتوها ولا لا؟ اه تمام يا دكتور. تمام. ايه اطمن بس ماشي. يبقى انا لما يجي يقول لي مثلا causes مثلا of oligohydramnesis يبقى renal agenesis urinary tract obstruction. تمام. طبعا حالات ال IGR في الغالب بيبقى معها oligohydramnesis placental insufficiency post maturity الحاجات دي بيبقى معها oligohydramnesis. دي صورة البلادر obstruction، شايفين البلادر extended مليانة يورين ما بيطلعش برا. طيب الكلينيكال فايندينج طبعا دي عندها oligohydramnesis يبقى هتبقى ايه fundal height اقل من period of amenorrhea. يعني العينة دي لما بشوفها بطنها اصغر من الحجم الطبيعي ليها وممكن الاقي حركة البيبي قليلها شوية. نعمل الترا ساوند زي ما قلنا امنيوتيك فلويد اندكس اقل من 5 لارجست بوكس اقل من 2 ممكن الاقي اي جي ار البيبي نمو متاخر مش ماشي مع النمو الطبيعي وممكن ابص الاقي فيتال ابنورماليتيز اللي هي اوبستراكشن اوف بلادر ماشي. طيب لو عيانة عندها برولونج اوليجو هيدرامنس هيحصل ايه؟ هل مش هيحصل مشكلة؟ لا طبعا في مشاكل كتير ممكن تحصل. اول حاجه بوزيشنال ديفورميتيز ماشي. ليه؟ لان البيبي مش لاقي مكان يتحرك فيه زي هيحصل ايه كرينيال اور فيشال اور سليتال ابنورماليتي هيحصل مشاكل وهوريها لكم بالسلايد عشان ايه تثبت فراسه اكتر. ممكن يحصل حاجه اسمها امنيوتيك باند سيندروم بالمونري هيبوبليزيا. طيب امنيوتيك باند سيندروم يعني ايه؟ السلايد ايه هو الحقصد بيحصل ادجيجن التصاقات ما بين ايه الفيتال سكيل والامنيوتيك ميمبرين. احنا قلنا ان الامنيوتيك فلويد ده حائل شويه ميه موجوده ما بين جلد البيبي ما بين الامنيوتيك ميمبرين. طب فرضا ان الميه دي مش موجوده هيجي الامنيوتيك ميمبرين امنيوتيك ميمبرين تلزق في السكين بتاع البيبي دي اسمها ايه؟ امنيوتيك بان سندروم. يبقى الامنيوتيك بان سندروم اللي هي عباره عن ايه؟ اديجن بين ما بين فيتال سكين والامنيوتيك ميمبرين. تمام. هتعمل ايه بقى الاديجن دي؟ ممكن تعمل كرينيوفيشال ديفكت مشاكل في الوش امبيتيشن اوف ذا لامب يعني تخيلوا ممكن توصل لكده اهو الكرينيو فيشال ديفكت. ممكن تعمل حاجه اسمها في العظام لو انتوا خدتوا العظام تلبيس ايكونوفيرس اللي هو بتبقى الرجل معوجه بالمنظر ده. تمام. ممكن تعمل لنا بالمونري هايبوبليزيا. تمام. ليه بقى؟ لان احنا عندنا اللايكور ده مهم جدا عشان يحصل ديستنشن اوف البيولاي ماشي. العيانه دي ما عندهاش لايكور فبيحصل ايه؟
ان الشيست بيحصل له كومبريشن فهيقلل الجروث بتاعه. في الغالب دي بيبقى فيه جينيتيك بريديسبوزيشن. يبقى اللايكور مهم للايه؟ عشان يحصل ديستنشن اوف الفيولاي، فعشان كده بيحصل في الحالات دي بالمونري هايبوبليزيا. تمام. طيب احنا لو اتكلمنا بقى يعني زي مثلا صحصحوا معايا شويه كده، لو قلنا عيانه عندها ديميوشن اور ابسنس اوف امنيوتيك فلويد، ماشي، يعني الكميه الميه اللي عندها قليله، ايه من الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده وايه الحاجات اللي ممكن مش تبقى موجوده؟ كونتراكشر ممكن تبقى موجوده ولا لا؟ ممكن. ممكن يا دكتور. طيب براب بالمونري هايبوبليزيا موجود. ابدومينال وول ديفكت تبقى موجود ولا لا؟ لا لا موجود. لا براب براب. طيب جاسترو انساينال تراكت ديفلوبمنت؟ لا لا ابدا. يبقى لا بصوا، هو الاوليجوهيدرومنس جاسترو انساينال تراكت ديفلوبمنت ما بيتاثرش بيه، ماشي. يعني لو قلنا لك مثلا في السؤال ده ايه الحاجات اللي ما لهاش علاقه بقل الامنيوتيك فلويد، يبقى هنقول ابدومينال وول ديفكت. تمام. جاسترو انساينال تراكت ملوش علاقه، ما تكلموش عليه. تمام. يبقى الحاجه لو هنختار حاجه واحده ابدومينال وول ديفكت. تمام يا جماعه، حاجه ما لهاش علاقه بان تقل كميه الامنيوتيك فلويد يبقى ابدومينال وول ديفكت، لان احنا خدنا دي في ايه؟ في البوليك هيدرامنس. جاسترو انساينال تراكت في البوينت ما بيتاثرش، ملوش علاقه، ماشي، بس مش هنحطه لان هو ما تكلموش عليه. اللي تكلموا عليه ابدومينال وول ديفكت، احنا عندنا في حاجات صريحه بيتكلموا عليه ابدومينال وول ديفكت، ده ملوش علاقه. جاسترو انساينال تراكت ده مش مشكله، مش هتفرق معانا، بس اللي هيبقى ممكن يحصل ممكن ما يحصلش، ما مش عارف، بس اللي هو ملوش علاقه واضح وصريح ابدومينال وول ديفكت، يعني ده ليه علاقه بايه؟ بالبولي هيدراما. يبقى لو جالنا حاجه زي كده نختار ابدومينال وول ديفكت. تمام. طيب ايه الكومبليكيشن؟ معلش سؤال، هو ازاي السباينال تراكت ملوش علاقه؟ مش هو المفروض ان هو بيعمل بولي هيدرامنس ولا ملوش علاقه بالاوليجو هيدرامنس؟ قصدي سباينال تراكت ديفلوبمنت، ايه الحاجه اللي ملهاش علاقه بالاوليجو هيدرامنس؟ ابسنس او ديكريز مثلا الامنيوتيك فلويد. احنا قلنا الكونتراكشر ملهاش علاقه، لا ليها علاقه، ممكن تحصل مع الاوليجو هيدرامنس. المونري هيبوبليزيا ممكن تحصل مع الاوليجو هيدرامنس. جاسترو انساينال تراكت ديفلوبمنت ممكن تتاثر، ممكن تحصل. يعني بيقول لك ايه الحاجات اللي ملهاش علاقه، بس لما يقول لي ابدومينال وول ديفكت ممكن جسم الانسان تراكت يحصل له افكشن، بس ايه الحاجه اللي ملهاش علاقه بالاولوجا هيدرامنس؟ طبعا ابدومينال وول ديفكت، لان دي ليها علاقه بايه؟ بالبولي هيدرامنس. تمام. يعني ممكن عيان عنده اولوجا هيدرامنس ممكن جسم الانسان تراكت ممكن يحصل له افكشن، ممكن، لان في الغالب البيبي ده ممكن يتولد بريماتشور، بيحصل بريماتشورتي في جسم الانسان تراكت، ممكن يحصل الكلام ده، ويك ساكلينج ممكن يحصل الكلام ده عنده، ماشي. بس انا عايز الجيراتي اتريزيا مثلا ممكن تعمل بولي هيدرامنس، صح؟ الجي تي مثلا اللي هي ديودينال اتريزيا وحاجات كده ممكن تعمل بولي هيدرامنس، صح؟ بس لو جالي الاختيار ما بينهم اللي هي واضحه وصريحه واحنا واخدينها قدامنا وود فيك. تمام. تمام. يعني حاجه مثلا السؤال الافضل يعني جسم الانسان ممكن تبقى موجوده في ده ممكن تبقاش موجوده، يعني بس ايه الحاجه اللي شور مش هتبقى موجوده مع الاوليجو هيدرامنس؟ ايه هي؟ قدامنا وود فيك، ان دي ليها كاتيجوري ثانيه اسمها بولي هيدرامنس بتبقى موجوده فيها. تمام. ما ممكن تلاقي الاسئله محيره شويه مش ايديال، انا اللي يبقى عندي ايه الحاجه الايديال؟ يعني حاجه عندها عيانه عندها اوليجو هيدرامنس، يبقى مستحيل يبقى عندها ابدومينال وول ديفكت، دي تبقى موجوده في البولي هيدرامنس. تمام. ممكن كل الكومبليكيشن تبقى موجوده ثاني، بالمونر هيبوبليزيا، كونتراكشن، كرينيو فيشال ديفكت، تالبس اكوينو فيروس، جاسترو انسانل تراكت ديفلوبمنت، لو العيان ده اي جي ار ممكن يبقى افكشن ديفلوبمنت بتاعه، بس ابدومينال وول ديفكت ما ينفعش تبقى موجوده مع حاله اوليجو هيدرامنس، ماشي، لان دي بتبقى معاها بولي هيدرامن. تمام. تمام اوكي ولا ايه؟ ينفع ولا لا؟ تمام يا دكتور. طيب تمام. طيب الموضوع ده انا شرحته لكم قبل كده كذا مره سواء في كلينيكال او المحاضرات قبل كده، ونورمال ليبر اللي هو الافكت اوف تراين كونتراكشن على الفيتال هارت ريت، ماشي. طيب احنا ديورنج ليبر ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل سلو سيرفيكال دايليشن، ممكن يحصل برولونج ليبر، فبيحصل كومبريشن ممكن يعمل فيتال ديستريس. تمام. الكومبريشن ده عشان الاوليجو هيدرامنس، فالتراين كونتراكشن دي بتعمل ايه؟ ديكريز فيتال هارت ريت. والكومبريشن ده بيعمل لنا ايه؟ بيعمل يا اما
acceleration او deceleration. بيعمل ايه؟ deceleration ولا acceleration؟ deceleration. الكمبريشن ده مفيش ميه، فبيجي الكونتراكشن يضغط على البيبي، سواء بقى بيضغط على الهيد بتاعت البيبي او بيضغط على الابرايكال كورد او الميوميترال فيزل، فبيعمل لنا deceleration. لو ضغط على الفيتال هيد بيعمل لنا حاجه اسمها early deceleration. شرحتها لكم كتير لحضر نورمال ليبر ولحضر كلينيكال، وقلتها لكم كنت برسمها كمان على السبوره اللي هي early deceleration. يبقى مع بدايه الكونتراكشن نلاقي الفيتال هارت ريت تقل وتنتهي مع نهايه الكونتراكشن. طيب في حاجه اسمها late deceleration، دي في الهايبوكسيا والاسيدوزيس. بيبقى ايه الديسيليريشن؟ بتبتدي ايه الديسيليريشن بسولوجيكال. اه فاحنا قلنا الهيد كومبريشن دي مفيش مشكله، ايرلي ديسيليريشن. الليد ديسيليريشن بتبتدي بعد البيجنج اوف كونتراكشن وتنتهي بعد الاند اوف كونتراكشن باي 15 سكند. يعني تبتدي بعد ما نبتدي من كونتراكشن، يعني الديسيليريشن تبتدي مع تقريبا السامت اوف كونتراكشن، مع قمه الكونتراكشن، وتنتهي بعدها ب 15 ثانيه. تمام. في حاجه اسمها فاريبل ديليشن، دي نتيجه كومبريشن اوف امبلايكال كورد، ملهاش علاقه بوقت معين بالكونتراكشن، بس الكومبريشن امبلايكال كورد ففجاه بلاقي ديليشن ملهاش اي علاقه. ماشي. طيب ده المونيتورنج، دي الايرلي ديليشن. بصوا هنبص كده هلاقي الايرلي ديليشن فوق الديليشن وتحت الكونتراكشن، هلاقي الديليشن، هلاقي الكونتراكشن، المثلث طالع لفوق ديسيليريشن، المثلث نزل لتحت، تقريبا البدايه هنا مع البدايه هنا والنهايه هنا مع النهايه، دي ايرلي ديسيليريشن هيد كومبريشن. ماشي. ليه ديسيليريشن؟ اللي هي فيتال هايبوكسيا، بنلاقي تحت الكونتراكشن فوق الفيتال هارت ريت، نلاقي الكونتراكشن طالع وبعدها بشويه يبتدي ديسيليريشن وينتهي بعد الكونتراكشن بشويه، تقعد بنلاقي تقريبا الديسيليريشن باديه مع قمه الكونتراكشن، مع قمة المثلث اللي قصادكم أو الجبل اللي قصادكم، وتنتهي بعده أكتر من 15 سكن. ده ليه ديسيليريشن؟ هايبوكسيا وأسيدوسيس. طيب فاريبل ديسيليريشن دي نتيجة الكورد كومبريشن. ديسيليريشن يعني فيتال هارت ريت تقل، عشان برضه اللي مش مركز في النقطة دي. نلاقي الكونتراكشن كده والديسيليريشن كده، مالهاش أي علاقة. الكونتراكشن ماشية في طريق والديسيليريشن في طريق تاني، مالهاش أي علاقة. في السلايد التانية هنلاقي لا، في علاقة بين الكونتراكشن وبين الديسيليريشن. طبعا انا عندها اوليجو هيدرومنس اعمل لها ايه؟ اول حاجه اشوف الكوز ايه واعالجه. ماشي. فيتال يوريني تراكت اوبستراكشن، دلوقتي بيعملوا عمليات للجنين في بطن مامته ويعملوا له مثلا دايفرشن اوف يورينري فلو، وفي دكاتره في مصر هنا بيعملوا العمليات دي. تمام. اميون فيوجن، بندخل فلويد للامنيوتيك ساك بالاميوسينتيز. ماشي. بعد كده بنعمل اسسمنت فيتال والبينج، وممكن نعمل ترمينيشن اوف بريجننسي في الوقت المناسب. طيب assessment of fetal well-being زي ما قلنا daily fetal count of movement، المفروض البيبي يعد اكتر من 10 في 12 ساعه. تمام. non-stress test كنت قلت لكم قبل كده، نعمل ultrasound ونعمل biophysical profile والدوبلر study. حد يقدر يقول لي non-stress test؟ خلوا بالكم انا برضو شفت سؤال وكان الطلبه ملخبطين، خلوا بالكم في non-stress test وفي stress test، عشان ما تبقوش مخبطين. مش نون ستريس تيست دي اللي هو بخلي الام ان هي اول ما تحس بالحركه تقيس الهارت ريت، نقيس الهارت ريت بالسي تي جي. ماشي. تمام. ان المفروض بيحصل في المتابعه، بص هو احنا ممكن نقول رول 15. تمام. ان انا بلاحظ حركه البيبي في فتره 15 دقيقه، المفروض يحصل اكتر من 2 موفمنت لاست فور مور ذان يحصل لها اكسلريشن مع كل موفمنت، اكسلريشن يعني في الهارت ريت يزيد اكتر من 15 بيت ثانية، اكتر من 15 سكند. تمام. ده اسمه رول اوف 15، يعني انا بتابع الام في 15 دقيقه الاقي المفروض اكتر من 2 كونتراكشن يحصل لها، الفيتال هارت ريت نبض البيبي هيزيد اكتر من 15 بيت. ماشي. وتقعد اكتر من 15 ثانيه. تمام. ده رول اوف 15. طيب اتفضل انا ما لقيت ده ما حصلش 15 دقيقه، ساعات بنمد التست 20 دقيقه، ما حصلش ممكن يكون البيبي نايم، اديها كمان 20 دقيقه، ما حصلش الكلام ده بنعمل بقى الحاجات الثانيه، ستريس تيست وبايوفيزيكال بروفايل والحاجات الثانيه. نخلي بالنا نون ستريس تيست وستريس تيست، ده اسمه نون ستريس تيست مش ستريس تيست. تمام. خلي بالنا. تمام. يعني ده سؤال انا شفته بالصدفه مش انا حاطاه، بس نخلي بالنا في فرق بين نون ستريس تيست وستريس تيست يا جماعه. ماشي. طيب اميوسينتيزس، وللاسف الواحد لما بيمر في الامتحانات بيلاقي ساعات اسئله سهله جدا والدكاتره مش عارفينها، يعني نخلي بالنا ونركز كويس. طيب ديفينيشن، اسبيريشن اوف امنيوتيك فلويد ثرو ابدومينال وول، ده اللي عباره عن الاميوسينتيزس.
يعني ايه؟ بصوا الابره دي، خلينا في السلايد اللي على الشمال هتبقى اسهل. ده البيبي وده الانتيرو ابدومينال وول، ودي ابره بندخلها ليه مكتوب عليها رقم 1 والبيبي رقم 2. وطبعا الترا ساوند جايد، يعني انا ببص بالالترا ساوند عشان النيدل ما تدخلش في البيبي، ماشي؟ طيب ايه الامنيوسينثيسيس دوت؟ هل مفيد؟ اه طبعا مفيد لدايجنوستيك ثيرابيوتيك انديكيشن. دايجنوستيك في ايه؟ جينيتيك امنيوسينثيسيس، الحالات اللي بيحصل لها كروموزوم الابنورماليتيز او في هيستوري البيشنت عاوزه تطمن تكمل الحمل ولا لا، فبنشوف الكروموزوم الابنورماليتيز، جينيتيك ديس اوردر، امبورتنت ايرور اوف ميتابوليزم، الحاجات دي كلها لازم بطمن عليها عن طريق الامنيوسينثيسيس. في ناس بيبقى عارفين البيبي، عاوزين يعرفوا البيبي نوع ايه، ان في ساعات some families عندهم اكس لينك ديزيز، فلو البيبي مثلا عنده مثلا انه عنده في ديزيز معين في الفاميلي 6 ده ممكن يعملوا ترمينيشن بليس اوف بريجننسي. بنشوف الار اتش ايزومينايزيشن، بنشوف الديجري اوف ميلوسيز، عين الار اتش نيجاتيف ما خدتش الحقنه وحمل الثاني، عاوزين نطمن نشوف ايه الاخبار. بنشوف اللانج ماتشوريتي، ماشي؟ لانج ماتشوريتي ازاي بقى؟ اول حاجه مور ماتشور كونتيننج سيل بنقول مور ماتشور لانج، تمام؟ بعمل ايه؟ بعمل ستين، ستين دي اسمها باي نايل بلو سلفيت، ماشي؟ الخلايا الماتشور بتبقى لونها اورنج، تمام؟ البرسنتج بتختلف حسب الجيستيشنال ايج، يعني بيكون النسبه 10% اقل من 34 اسبوع، من 10 ل 25 ما بين 34 ل 38 اسبوع. نسبه السيلز دي بتكون اكتر من 35 اكتر من 50% لما يكون البيبي ده عمره ايه اكتر من 38 اسبوع. يعني المهم لونج ماتوريتي بتبقى بايه؟ بستين اسمها نايل بلو سلفيت، ومور ماتور فات كونتيننج سيل كل ما تبقى مور ماتور لونج، تمام؟ وغير الفات كونتيننج سيلز دي بتبقى اصلا في اللونج، بتلزم اللونج يعني موجوده في الامنيوتيك فلويد. اه مور ماتور بتبقى اللي يبص يعني هم ما فات سيل دي فات، يعني بيلاقوا ان في نسبه، كل ما يلاقوا الفات سيل دي موجوده في الامنيوتيك فلويد كل ما يلاقوا ان اللونج حصل لها ماتوريتي، ماشي؟ بصي حاجات من المعرفه، تمام؟ تبقوا عارفين الامنيوتيك فلويد ساعات مثلا يعني ايه، تبقوا عارفين الانديكيشن بتاعته ايه، بيستعمل في ايه كده. لما انا بعمل اسسمنت لللانج ماتوريتي، ماشي؟ سوري دي قصدي فيتال ماتوريتي اللي احنا قلناها الاولى، دي فيتال ماتوريتي، ماشي؟ مور فات سيل. اهم حاجه عندي بالنسبه لللانج ماتوريتي، اللانج ماتوريتي ان انا بشوف ايه، لتين سفنجومايلين، ماشي؟ اثنين او اكتر، ماشي؟ او حاجه اسمها فوسفاتي داير بليسترول في الامنيتيك فلويد، دي في حالات الدايابيتس عاوز اطمن اللانج ماتوريتي. بنعمل اسسمنت بالامنيوسينثيسيس، ماشي؟ يبقى اللي فوق دي كانت ايه، اللي هي الفيتا ماتوريتي بصفه عامه، مور ماتور فات سيل، دي اللانج ماتوريتي عن طريق لتين سفنجومايلين او فوسفاتي داير بليسترول. طيب في كدني ماتوريتي، كدني ماتوريتي عن طريق ايه؟ عن طريق الكرياتينين اكتر من 2 ملي جرام، ماشي؟ يقول لك ان الكدني دي ماتور، بس مهم ان انا اقيس الحاجات دي في المذر الاول عشان ما يكونش المذر عندها الكرياتينين او اليوريا او اليوريك اسيد عاليين، لان لو المذر عندها عاليين هيعلو في البيبي، فممكن نقول ان هو البيبي ده ماتور وهو مش ماتور اصلا. بعد كده في اسسمنت للليفر ماتوريتي، ليفر ماتوريتي ان كونجكتد بلوروبين بتقل توصل تقريبا زيرو عند 36 اسبوع، ماشي؟ يعني ده اسسمنت للماتوريتي. وبعد كده امنيوسينثيسيس، يعني السؤال ده ساعات بيجي اكتر للبوست مثلا، بس تبقوا عارفينه، ماشي؟ طيب امنيوسينثيسيس ثيرابيوتيك، تمام؟ تريتمنت بولي هيدرامنس، عندنا عندها بولي هيدرامنس ساعات بنعمل اسبيريشن امنيوتيك فلويد، ماشي؟ يعني نسحب منها امنيوتيك فلويد، بس اهم حاجه ان انا ما اسحبش اكتر من 500 مللي في المره. ثاني نقطه، انا سحبت في ثيرابيوتيك، لا انا ممكن اديها ثاني انتراتيرين ترانسفيوجن في حالات الار اتش، ماشي؟ ممكن حالات الاوليجو هيدرامنس اديها سترايل سالاين رينجر لاكتيت حالات الاوليجو هيدرامنس، يبقى ممكن استعمله في البولو هيدرامنس نعمل اسبيريشن، في الاوليجو هيدرامنس انستريشن او سترايل سالاين، ممكن استعملها في الانتراتيرين ترانسفيوجن، ممكن في حالات الفيتال ثيرابي بدي مواد معينه، حالات الاي جي ار بدي امينو اسيد او جلوكوز، دي امنيو انفيوجن، دي في حالات الاي جي ار، تمام؟ الامنيوسينثيسيس دي صوره موضحه ازاي ان انا بستعمل ابره هولو نيدل وبدخلها بطن الام، بدخلها اليوترس، واعمل اسبيريشن للامنيوتيك فلويد واعمل له اناليسيس. ده بنعقب طبعا، ودي النيدل في السلايد اللي على الشمال داخله في الامنيوتيك فلويد ونسحب منها. الامنيوسينثيسيس ده ليه كومبليكيشن ولا لا؟ طبعا ليه كومبليكيشن، لانه ابره وداخله بطن الام ممكن تخبط اي حاجه. طيب ممكن اول حاجه انفكشن،
المفروض مثلا ان يحصل كومبليت اسيبتك كونديشن، لا ممكن يحصل ما حصلش ستيريلايزيشن كويس. طيب تاني حاجه خبطت في الممبرين، خبطت في اي حاجه، بريماتور رابشر اوف ميمبرين، بريترم ليبر، عملت اريتيشن مايومترين، ممكن يحصل ايمونايزيشن لو ار اتش نيجاتيف مصدر، حصل بليدنج ويحصل سنسيتايزيشن، ممكن يدخل على الباول او البلادر انجري، عيانه ديستندد كولون، عيانه فيها ديستند بلادر، دخل بلادر او كولون، ممكن بقى يحصل سينكوبي بين كونتراكشن، يعني البيشنت الحساسه اللي بتخاف او الكلام ده. طيب الفيتال ممكن يحصل له ايه؟ اول حاجه تروما للاورجن، المفروض ان البيبي ده ما يكونش اقل من 13 اسبوع، وان انا استعمل الترا ساوند ابقى شايفه البيبي عشان ما اخبطوش. ثاني حاجه ممكن يحصل فيتو ماترنال هيموريدج، ماشي، ممكن يحصل فيتال انيميا، حصل انجري للبلاسينتا نفسها، استعمل ابره فاين، ابره رفيعه، ماشي، ودايما اي تعامل امنيوسينتيسيس من خلال الترا ساوند جايدد ابقى شايفه كل حاجه مش عمياني. ثالث حاجه ممكن يحصل امبلايكال كورد تروما، يحصل فيتال تامبونيد وديس، طبعا خبطنا الامبلايكال كورد حصل بليدنج، ممكن يحصل نيمو ثوركس، ده بيظهر في الغالب بعد الولاده، دي كومبليكيشن بتاعه الامنيوسينتيسيس. لو قلنا عينه جت لنا مثلا ولقينا الامنيوتيك فلويد اندكس 36، تمام 36 سنتي، احنا قلنا البولي هيدرامنس اكتر من 25، يعني العينه دي ايه؟ بولي هيدرامنس، تمام. اول حاجه افكر فيها اعمل لها ايه؟ يعني لو جالنا كذا اختيار اهم حاجه اعمل لها ايه؟ امنيوتيك فلويد اندكس، اعمل لها جلوكوز تولرانسيس ولا اعمل لها رنين ولا اعمل لها امنيوسينتيسيس وفيتال كاريوتايبنج؟ امنيوسينتيسيس ده اسهل حاجه ايه للشوجر اللي هو الدايبيتس ميليتس، يعني إيه؟ لا امنيوسينتيسيس نعمل لها امنيوسينتيسيس، دي جايه لي 36، يعني ما فيش ممكن سؤال ثاني. عينه جايه لي وبعمل لها سونار وهي جايه مثلا بتقول ده انا حجم بطني كبير جدا عن المفروض عمر الجنين، ماشي، وبصت انا بالسونار لقيتها مثلا امنيوتيك فلويد اندكس لقيتها مثلا 36 مثلا، رقم كبير، احنا قلنا البولي هيدرامنس اكتر من 25، صح؟ ايه الخطوه اللي انا افكر فيها؟ بصوا انا مش لازم نتكلم على مصر، مش لازم نتكلم انا في مصر وبعمل ايه، لا انا نفكر بصفه عامه، ده سؤال جالك مثلا واتيفر، انت بتمتحن بره، بتمتحن زماله، واتيفر، ده سؤال بيتجاوب على مستوى العالم. ايه الخطوه اللي انا افكر اعملها لها؟ اعمل لها جلوكوز تولرانسيس ولا اعمل لها رنين ولا اعمل لها امنيوسينتيسيس وفيتال كاريوتايبنج؟ تاني حاجه يا دكتور معلش، سؤال ايه؟ امنيوسينتيسيس. عيانه جايه لي 36 سنتي امنيوتيك فلويد اندكس، ماشي؟ ايه الحاجه اللي اعملها لها؟ جلوكوز تولرانسيس، اعمل لها رنين، اعمل لها امنيوسينتيسيس وكاريوتايبنج؟ لسه يا جماعه انا نفسي في الامنيوسينتيسيس بقالي ساعه. امنيوسينتيسيس طيب، طيب احنا قلنا في كروموزوم الانوميليز كتير ممكن تبقى موجوده مع البولي هيدرامنس، في كروموزوم الانوميليز ممكن تبقى موجوده في البورن ايرن اوف ميتابوليزم، ممكن في اكس لينكد ديزي، ممكن يحصل حاجات كتيره موجوده. فاحسن حاجه انا مش بتكلم على مصر، انا بتكلم بصفه عامه، ده سؤال انت بتجاوبه في العالم، ماشي. ممكن في مصر اول حاجه نفكر جلوكوز تولرانسيس، ماشي، لا انا ده سؤال انت بتجاوبه وتفر المكان، ده سؤال مثلا اوبس انت بتجاوبه، ماشي، يبقى انا بفكر الصح اعمل ايه؟ امنيوسينتيسيس وفيتال كاريوتايب، ماشي، امنيوسينتيسيس اللي انا بعمله امنيوسينتيسيس، تمام، وفيتال كاريوتايب لان في كروموزوم الابنورماليتي في، انا افكر ايه الميه 36 دي كتير قوي، نعمل لها امنيوسينتيسيس، تمام. تمام يا دكتور. زي ما انا قلت لكم لو انا استعملت امنيوتيك فلويد اندكس، ماشي، راذر ذان سنجل ديبست بوكيت عشان احدد اوليجو هيدرامنس، هيعمل ايه لو انا استعملت الامنيوتيك فلويد اندكس؟ ايه الفايده اللي هستفيدها؟ هستفيد ان انا انكريز دايجنوز في اوليجو هيدرامنس، صح، لان انا ممكن قست مربع لقيت المربع ده مثلا 8 وبقيه البطن ما فيهاش، اقل من 9 احنا بنقول العينه دي مثلا، بص في حاجه اسمها اوليجو هيدرامنس اندكس اقل من 5، ماشي، بس احنا كاطباء بنتعامل مايلد اوليجو هيدرامنس، سيبكم من الكلام اللي انا اقوله لكم ده ما تحفظوهوش بس عشان تبقوا عارفينه بعد كده هيتخصص نساء او سمار، ماشي، يعني انا لو لقيت العينه اقل من 9 مثلا بقول مايلد اوليجو هيدرامنس، مثلا من 8 7 مودريت، سيفير اوليجو هيدرامنس احنا بنقول عليه مثلا اقل من 5،
دخل على 2 3 بس انتوا الملزمين تحفظوه انه الالجو هيدرامنس اقل من 5 اندكس ماشي تمام. احنا كدكاتره لا المايل ابتدت تقل مايل الالجو هيدر احنا لينا تعريفات ثانيه او سوناريست السونار بيبعت لي برده تقارير ثانيه بس انتوا كطلبه مطلوب ان انتوا تحفظوه امنيتك فلويد اندكس اقل من 5 ده الدياجنوستس بتاع الالجو هيدرام تمام. طب لما انا استعمل امنيتك فلويد اندكس رادر ذان سنجل تيبس بوكيت يعني استعملها دي عن السنجل تيبس بوكيت هعمل ايه هستفيد ايه؟ هل هتحسن لي الاوتكم اوف بريجننسي ولا انكريز دياجنوستس اوف الالجو هيدرامنس؟ انكريز دياجنوستس اوف الالجو هيدرامنس ممكن يقول لي مثلا سوف ديتكشن اوف كونجنتال انوميلي او انكريز ديتكشن اوف بورس ريستريكشن. ما يهمنيش كل الكلام ده انا يهمني عملت فلويد اندكس انا دي بستعملها لايه عشان احدد في الالجو هيدرامنس ولا لا. يبقى هي دي اللي تهمني مش قصتي بقى كونجنتال انوميلي. كونجنتال انوميلي ده 3 دي فيتال جروس ريستريكشن بنعمل حاجه اسمها فيتال جروس كيرف بيعملوا سيناريو كده امبروف اوتكم مش هتفرق معايا. انا يهمني اشخص الالجو هيدرامنس صح لان زي ما قلت لكم ممكن دكتور السونار سريع في ساعات مثلا مراكز سونار بيبقى فيها زحمه كتير دكتور السونار مستعجل يكتب لك ديبس فيرتيكال بوكت ممكن تكون كل الميه محجوزه في البوكت ده وانت طلعت لي ديبس فيرتيكال بوكت مثلا 8 وقلت ده كويس والباقي كله فاضي. انا بالنسبه لي 8 ده انتوا ملزمين تحفظوا الالجو هيدرامنس اقل من 5 بس انا بالنسبه لي 8 ده كدكتوره نساء لا ده بدايه الالجو هيدرام بدايه لسه حاجه خفيفه فلا احرص على العينه دي ممكن اقول لها نصايح معينه. خلي بالكم في علاج اسمه ريسبيتشو برضو دي للمعرفه. ريسبيتشو ده عباره عن ايه دكاتره عباره عن سيلندفيل 20 مللي جرام ده بيعمل فازو دايليتيشن بيزود الميه حلو جدا عن تجربه مع عيانين كتير لا بيزود الميه. انا كان في عيانه مثلا كان الاميتيك فلويد اندكس 6 زاد مع السيلندفيل اللي هو ريسبيتشو 20 مللي جرام مش السيلندفيل 100 مللي جرام. السيلندفيل 100 مللي جرام ده اللي بيبقى موجود في الفياجرا لا السيلندفيل 20 مللي جرام عشان نركز في التركيز. حد عنده قريبته مثلا عندها اولجو هيدرامنس لا بيفرق جامد. انا في عيانين كان الاميتيك فلويد اندكس 6 وزاد ل 9 فكويس جدا برضو معلومه تبقى عارفينها. السيلندفيل 20 مللي جرام بيتاخد كل 8 ساعات بيزود اميتيك فلويد اندكس تمام. طيب انتوا عاوزين نراجع على الفين مش كده؟ اه يا دكتور تمام دكتور بس يعني الحاجات المهمه كده عشان دروس فيها بوينتس كتير هقول لكم حاجات مهمه كده نفرق بينها ماشي. طيب بص يا جماعه دكتور وحضرتك قول لنا كيسز كده يعني عن كل محاضره يعني كانت بتفيدنا بصراحه. حاضر. طيب بص يا جماعه واحده احنا قلنا بتلفت بين زي مثلا لو قلنا مثلا عيانه مثلا وجالها فجاه سيفير لور ابدومينال بين ماشي كانت مثلا بتمارس رياضه يوجا وات ايفر تمارين وجالها تندرنس في اللور ابدومين ماشي ايه اكتر حاجه ممكن تبقى تبعنا؟ ممكن مثلا في بي دي اوفريان تورشن صح. واحده كانت بتمارس رياضه حصل تورشن للاوفري صح جالها فجاه سيفير بين ممكن يبقى مثلا دايفرتيكولوزيس بايلو نيفرايتس كرونيك اكتوبيك بريجننسي. لا مش كرونيك حتى لو كان اكتوبيك هيبقى اكيوت بين كرونيك جالها فجاه بين ابريت اونست اوف سيفير بين يعني فجاه جالها يبقى ده معناه ايه العينه دي جالها اوفيريان تورشن ماشي كانت في كلاس رياضه يوجا الكلام دوت ممكن ده معناه ايه معناه ان هي حصل تورشن للاوفري تمام. طيب لو جينا برضو لو جينا مثلا قلنا عينه مثلا سي مثلا بيجي لها باك بين ومغص اثناء البيريود ماشي وابتدى عندها مثلا من سن صغير 12 13 سنه مثلا ماشي وعملنا لها سونار وكلينيكال اكزامينيشن ما فيش سبب يبقى ده تبقى ايه برايمري ديسمينوريا سيكندري ديسمينوريا ادينوميوزيس اوتلت اوبستراكشن مثلا يبقى ايه اللي عندها ناس غريبة ممكن تعلمي برايمري برايمري ممكن سؤال ثاني معلش يا دكتور يعني عيانه مثلا جات لك ممكن يقول لك سنها حاجه و30 سنه مثلا عشان مثلا ايه ممكن بس طالما البين بيتكرر من ساعه المنتس من ساعه ما كان عمرها 12 سنه مثلا او 13 سنه يعني من ساعه البلوغ ماشي
واحنا لما فحصناها ما لقيناش في ابنورماليتي في البلبس او سبب للبين، يعني ما لقاش مثلا اي مشكله تانية، طب ايه اللي ممكن يبقى الباثولوجي اللي موجود فيها؟ ايه اللي ممكن يبقى السبب؟ برايمري سكونوري. حتى لو وصلت سن كبير حاجه و30 حاجه و40 وفيها البين بيتكرر كل شهر من ساعه البلوغ، يبقى دي برايمري ديسمنوريه. تمام تمام دكتور مش احنا قلنا السكندري هو اللي بيجي معاه لو باك بين غالبا، بيتكرر عندها من ساعه البلوغ، البين ده بيتكرر عندها من ساعه البلوغ، يبقى ده اسمه ايه؟ برايمري ديسمنوريه. تمام. يعني الباك بين ده مش سبيسيفيك صح؟ ممكن يحصل في البرايمري او السكندري. الباك بين هو دايما المنسز بتيجي مع باك بين ولور ابدومينال بين، بيجي دايما في الغالب مع البرايمري ديسمنوريه. تمام. يعني عيانه بتكرر عليها البين كل شهر، مفيش بالافيليشن ايفالويشن، مفيش اي سبب للبين دوت، وموجود من ساعه البلوغ، بتبقى بقى سنها حاجه و30 حاجه و40، يبقى ده ايه؟ برايمري ديسمنوريه. تمام. طيب عيانه جات لي مثلا وبفحصها وبعد كده لقيت وانا بفحصها في نوديولاريتي في اليوترو ساكرال ليجامنت، دي ممكن تبقى ايه؟ اندوميتريوزيس. طب انا قايله لكم حاجه، ممكن تبقى ليوميوما، لا مش ليوميوما، هتبقى بي اي دي، لا هتبقى مثلا كرونيك اكتوبيك، لا هتبقى اندوميتريوزيس. اندوميتريوزيس ده اللي هو عباره عن ايه؟ بيبقى بنلاقي نوديولز موجوده، تبقى فين؟ في اليوترو ساكرال ليجامنت، ممكن تبقى في البروتونيال، في الابدومينال وول. تمام. طيب مثلا جات لي عيانه عندها دايابيتس وبيبي كبير، ماشي، وبعد كده بعد ما ولدت قيصريه بعدها بفتره بيجي لها بجرح القيصريه، تبقى العينه دي عندها ايه؟ مش صوتك مش واضح، معلش بس كنت سؤال تاني بس. صوت بقول لكم مثلا عيانه ولدت قيصري كان عندها سكر والبيبي كبير وشويه مشاكل ثانيه، ماشي، وبعد كده جت ولدت قيصري وبعدها فتره مثلا سنه سنتين جالها وجع والم، ممكن تبقى ايه؟ وجع فين يا دكتور؟ معلش قيصريه، جرح القيصريه ممكن يبقى اندوميتريوزيس برضو. بتروح عند السكار بتاع الاوبريشن مكان جرح القيصريه، كتير بيحصل بعد القيصريه بسنه سنتين ثلاثه، ساعات تيجي عيانه مثلا وتقول انا في وجع جنب مكان الجرح، ونلاقي تكتل كده ويزيد الوجع فيه قبل الدوره مثلا ويروح بعد الدوره، ماشي، وتلاقي ممكن تقول لك الحته دي بتزرق عليا شويه وقت الدوره، وبعد الدوره ما تخلص بيروح الوجع وبيزيد الوجع من اول يوم لاخر يوم، نفس الكرايتيريا اوف اندوميتريوزيس، ماشي، والوجع ده بيجي كل شهر. تمام. سايكليك بين وبتقول التورم جنب مكان القيصريه، ده في الغالب بيبقى اندوميتريوزيس، بيحصل اندوميتريوزيس في جنب السكار. بص الاندوميتريوزيس ده مالوش رول، ممكن يحصل في اي حته، ممكن يحصل ابدومينال وول، ممكن يحصل في البروتونيوم، ممكن يحصل في الاوفري، ممكن يحصل في الاومنتم انتستين، في اي حته ممكن يحصل. فلو لقينا حاجه جنب مكان جرح القيصريه وسايكليك بين وبيتكرر كل شهر، يبقى ممكن نشك في ايه؟ ان ده اندوميتريوزيس. تمام. طيب تمام. طيب احنا لو عندنا مثلا سي مثلا عندنا عيانه عندها لور ابدومينال بين، ماشي، وفي الناحيه اليمين، بس في الناحيه اليمين لور رايت ابدومينال بين، ماشي، ايه الحاجات اللي ممكن اشك فيها وايه الحاجه اللي ممكن استبعدها؟ اللي انا استبعدها اللور ابدومينال بين، ماشي، ممكن يحصل ايه في المنطقه دي؟ ممكن عينه يكون عندها اكتوبيك، صح، لور رايت ابدومينال بين، ممكن يحصل عندها مثلا ابندسايتس، صح، ممكن يحصل عندها اوفيريان تور، ممكن يحصل عندها يوروليسيايسيس اللي هو مثلا املاح ستونز الكلام ده، بس حاجه لو لور ابدومينال بين، ايه الحاجه اللي انا استبعدها هنا؟ هيباتايتس طبعا. هل ينفع عينه يكون عندها هيباتايتس عندها لور ابدومينال بين رايت؟ ده بيبقى ابر رايت ابدومينال بين. تمام. يعني لو عينه جايه بتشتكي من اكيوت لور ابدومينال بين واكيوت بين، لو قال لنا مثلا ايه الحاجه اللي انا استبعدها او ايه الحاجه اللي نقول عليها اكسبت؟
هيباتايتس صح؟ لان حاجات كتير ممكن تحصل لور ابدومينال بين اميدسايتس يورين تراكت كومبليكيشن اوفيريان تورشن اكتوبيك، بس هيباتايتس ده بيبقى في الابر رايت ابدومينال بين. تمام 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 معايا ولا لا؟ تمام يا دكتور. طيب اوكي، طيب لو قلنا عينة مثلا جاية للعيادة بتاعتك أو المكان شغلك، وبعد كده بتقول أنا حاسة بألم مع الدورة، ماشي؟ إيه السبب اللي ممكن يبقى موجود؟ وإيه السبب اللي ممكن ما يبقاش موجود؟ ماشي؟ أو أقل حاجة. بس خلي بالكم ممكن يجي لنا سؤال إكسبت مثلا، ممكن يجيب لنا أتليست الحاجة اللي أقل حاجة موجودة، ماشي؟ بتقول لك ديسمينورية. ديسمينورية أي ديسمينورية في الغالب دي معاها أوفيليشن، تمام؟ ممكن يحصل ديسمينورية، ممكن يكون عين عندها إنفكشن، ماشي؟ ممكن يكون العينة دي عندها إنفكشن، ممكن تعملي أي ديسمينورية زي البي آي دي، ماشي؟ تاني حاجة ممكن العينة دي يكون عندها مثلا دخلت في حمل وفاكرة إنه ديسمينورية بينزل عليها دم مثلا اكتوبيك واتيفر، ممكن يكون عندها ابنورماليتيز اوف ذا يوترس ستراكشرال ابنورماليتيز، يعني سواء في كونجنيتال انوملي او جده حاجه فايبرويد ادينوميوزيس، يعني في حاجه في الاستراكشر ابنورماليتيز تعمل لنا نيو اونست ديسمينوريا، ماشي؟ طيب طالما في ديسمينوريا في الغالب في اوفيليشن، يبقى اخر حاجه في الاحتمالات تبقى قصادي ايه؟ يعني قال لك اخر حاجه مثلا ابنورمال بليدنج، يعني بتشتكي من نيو اونست في ديسمينوريا، اخر حاجه ممكن اشك فيها ايه؟ انوفيوليشن صح؟ انوفيوليشن تبقى انوفيولاتري. واحده بتشتكي من ديسمينوريا، في الغالب العيانه اللي عندها انوفيوليشن ما بيبقاش عندها ديسمينوريا، بتشتكي كده من بليدنج بينزل من غير حاجه، من غير ديسمينوريا، يبقى دايما الديسمينوريا دي بتشتكي مثلا عن الديسمينوريا دي، بتقول انا جد عليا الم جديد في الدوره كده وما كانش موجود عندي قبل كده. طب يا ستي بس بتشتكي من ايه بالظبط؟ مثلا تقول لك لا ده الوجع زاد، ده الوجع مثلا كان اول يوم بقى اول 3 ايام، ده whatever بقى يجي لي وجع قبلها، المهم ان فيه نيو اونست ديسمينوريا بتشتكي منها، يبقى اخر حاجه افكر فيها اللي هو الانوفيليشن، لان اوفيليشن معناها في بين، انوفيليشن في الغالب ما بيكونش في بين، وبيختلف طبعا من بيشنت للتانية، تمام؟ يبقى اخر احتمال افكر فيه اللي هو ايه؟ الانوفيليشن، تمام؟ معايا ولا لا؟ معايا؟ مع حضرتك عاوز اركز. طيب احنا قلنا، كنت لسه قايله لكم لحضره المحاضره الاولانيه، احنا عندنا سيرفيكال موشن تندرنس موجوده مع البروتينيل اريتيشن، ماشي؟ حد يقدر يقولي موجوده مع ايه وايه؟ والشاطر بقى اللي هيقول لي موجوده مع ايه؟ اكسترا جينيتال او نون جينيكولوجيكال ديس اوردر، مش هو اكتوبيك وبي اي دي؟ طب لو نون جينيكولوجيكال ديس اوردر هيبقى شاطر اللي يقولها لي. سيستايتس. لسه قايله لكم ايه؟ سيستايتس ولا ايه؟ لا هو سيرفايكال موشن تندرنس، يعني حاجة مع حركة السيرفكس، يعني حاجة هتكون على جنب وحاجة برا النساء. ايه الحاجة اللي هتبقى على جنب؟ في مثلا ستون في اليوريتر ولا حاجة؟ لا مش عارف. لا ستون هيبقى بعيدة. ابندسايتس يا جماعة، حاجة مش الابندسايتس دي بتعمل بروتينيل اريتيشن؟ مش احنا قلنا الابندسايتس تعمل بروتينيل اريتيشن والسيرفايكال موشن تندرنس بتيجي مع الحاجة اللي فيها بروتينيل اريتيشن، يبقى بيحصل مع الابندسايتس. يبقى انا ممكن الاقي cervical او cervical motion tenderness مع حاجه non gynecological في حالات ايه؟ appendicitis. يعني لو جاب لنا مثلا liver disease، liver disease مكان عالي فايله nephritis، لا الكلى بعيده، الا هيخليني اعمل cervical motion tenderness ويحصل بين والكلى، فايله nephritis بعيده، pancreatitis بعيد. ايه الحاجه القريبه؟ ده في حالات بيبقى الابندكس موجوده في الحوض اصلا، وساعات مكانها بيتغير مع الحمل كمان، فايه الحاجه اللي ممكن تعملها cervical motion tenderness اللي هي الابندسايتس، يعني حاجه نون جينيكولوجيكال، يبقى انا نعرف سيرفايكال موشن تندرنس بيحصل في ايه؟ اكتوبيك بي اي دي، ده حاجات ليها علاقه بالنساء والحمل، حاجه نون جينيكولوجيكال ابندسايتس. تمام يا دكاتره؟ تمام ولا لا؟ تمام يا دكتور. طيب اوكي، طب احنا كنا اتكلمنا في المحاضره فارونيا، ايه الكومن كوز اسوشيتد وذ ذس بارونيا؟ انا قلت لكم ركز عليها،
ديب ديسبارونيا. ايه الكومن كوز؟ بص يا جماعه انتوميتريوزيس ده سيبتوزيس. بص يا جماعه ممكن يجيب لنا 500 سبب: فاجينايتس، يوتراين مال بوزيشن، انسفيشنت فاجينال لوبريكيشن. الحاجات دي فاجينايتس، انسفيشنت فاجينال لوبريكيشن، الحاجات دي ليها علاقه بالسوبرفيشال ديسبارونيا ماشي. يوتراين مال بوزيشن ممكن، بس ايه الكومن كوز؟ ايه الموست كومن؟ اندوميتروزيس. يبقى احنا قلنا ان اندوميتروزيس بيعمل لنا ايه؟ ريديولاريتي في يوتروسكلر ليجمنت. اندوميتروزيس يعمل لنا ديب ديسبارونيا. اندوميتروزيس يعمل لنا سكار سويلنج، جنب السكار يحصل سويلنج وسايكليك بين فيه. يعني اندوميتروزيس ليه مشاكل كتير، نبقى مركزين في الاندوميتروزيس. محاضره مهمه جدا جدا يا دكاتره، اندوميتروزيس تمام. هو مش انا اللي قايلها، بس هي ليها ريليشن بحاجات كتير تمام. طيب انا كلمت لكم على النقطة دي، والشاطر اللي هيجاوبني. احنا قلنا الاتيولوجي اوف بريمنسترول ديس اوردر ماشي، وقلنا ليه اسباب كتير، بس قلت لكم في حاجة دلوقتي مش suspected play significant role، حاجة من الحاجات. طب لو قلت لكم كذا حاجة: برولاكتين، سيروتونين، سيكس ترويد، رينين انجيوتنسين سيستم، قلتها في المحاضرة. البرولاكتين لان هي دلوقتي not currently suspected. قالوا البرولاكتين مش بيعمل premenstrual tension، بس ممكن ناخد له علاج لو في breast tenderness موجود في premenstrual tension ناخد علاج ليه. بس هو البرولاكتين دلوقتي مش من الثيوريس اللي هي بتشرح premenstrual tension تمام. اوكي انا ركزت لكم على الحاجات المهمة فيها. في حد عاوز يسأل في حاجة؟ وعايزين تجربك عشان معاك دكتور كريم. هو هيديكم محاضره ولا برزنتيشن؟ دكتور طب محاضره الهرشتيزم برضو. دكتور احنا ممكن يعني نركز في كيسز الهرشتيزم. انا ركزت على الحاجات المهمه وقلتها في المحاضره. هي في المحاضره يعني؟ قلتها انا حضرت المحاضره وقلتها وركزت لكم على كل الايتيمز المهمه فيها. انت ما حضرتش المحاضره اكيد. والله حضرت يا دكتور. لا انا ركزت والله الحاجات اللي هي داينو كده. انا فاهم بس يعني هم دول بس يعني. انا حتى انتوا ساعتها انا فاكره قلتوا لي الثانيه صعبه وكتيره، قلت لكم قلتوا لي حتى ركزتي عليها كويس، قلت لها طيب تمام ماشي راجع لكم عليها بسرعه برضو ماشي. طيب انا قلت لكم احنا ممكن كده هو ريكوردد يعني الجروب ممكن يروح واحنا نكمل يعني مفيش مشكله براحتكم. هي بص يا دوبك خمس دقائق عاوزين، هي خمس دقايق هركز لكم على الحاجات المهمه بس فيها خمس دقايق تمام. بصوا يا جماعه بالنسبه الحاجات اللي انا قلت لكم عليها اللي هي ممكن تبقى عاوزه تركيز شويه، بصوا يا جماعه احنا قلنا في هايبرسيكوزيس ماشي. انا قلت لكم حاجه اسمها هايبرسيكوزيس في المحاضره ماشي. هايبرسيكوزيس بتبقى موجوده في بعض الحالات بتاعه البي سي او تمام، وبيحصل مع هيرسيوتيزم تمام. ايه اللي بيبقى موجود في الهايبرسيكوزيس؟ انا قلتها في المحاضره وهزعل لو ما قلتوهاش. نيكلس ابييرنس ولا نيكلس ابييرنس ده في البي سي او العادي اللي هو لوتينايزد فوليكلز. لوتينايزد تيكا سيل، نست اوف لوتينايزد تيكا سيل، برافو. ديستريبيوتد في الاوفيريان ستروما ماشي. نيكلس ابييرنس ده لاكثر من 12 فوليكلز ماشي، ده البي سي او العادي. او اوفيريان فوليوم اكثر من 10 مللي، بي سي او العادي. كومبلكس اوفيريان ماس ده لا، ده مثلا يجي لك مثلا كومبلكس اوفيريان ماس ده مثلا موجود مثلا مع تيوب اوفيريان ابسس الكلام ده. بس انا قلت لكم اوفيريان هايبر سيكوزيس، اوفيريان هايبر سيكوزيس انا شرحتها في المحاضره، ده عباره عن نست اوف لوتينايز تيكا سيل ماشي. دي من الحاجات المهمه جدا ان احنا نخلي بالنا منها ماشي. طبعا احنا قلنا البي سي او الكرايتيريا بتاعتها ان احنا بيبقى فيه اكتر من 12 فوليكل بير اوفري بيرفلي ديستريبيوتد. قلنا ان فيه الاوفيريان فوليوم اكتر من 10 مللي. قلنا بالكلينيكال بيبقى فيه هيرسيوتيزم، بيبقى ممكن فيه شويه الوبيشيا بولدنس، بيبقى فيه معانا اهم حاجه هرمونر ال اتش الاف اس اتش 2 ل 1 تمام. بس لما يبقى فيه هايبر سيكوزيس ده حاجه زياده، بيبقى فيه نست فلوتينايز سيكا سيل موجوده في الاوفيريان ستروما ماشي. دي حاجه اعلى من البي سي او. بيبقى العين عندها من ستيرول ريجولاريتي في الغالب، اكانسوزيس نيجراس، نيجركانس، كريتوميرجري. الحاجات دي بتبقى زيادة في حالات الأوفيريان هايبرسيكوزيس تمام يا جماعة؟ طيب فاكرين الهرمونات اللي بتزود الليفل اوف 6 هرمون؟ 6 هرمون بايندنج جلوبالين، وفي هرمون بتقللهم، فاكرينهم ولا لأ؟ يا دكتور. طيب احنا قلنا اللي بيزود 6 هرمون بايندنج جلوبالين بيقلل فري راديكلز ماشي؟
بيقلل الفري فهيقلل الهيرسيوتيزم. قلنا الاستروجين بريجنانسي هايبرثايروديزم دول بيزودوا السكس هرمون بايندنج جلوبولين تمام، فدول هيقللوا الفري هرمون يبقى هيقللوا الهايبر، هيقللوا مين؟ هيقللوا لنا الهيرسيوتيزم. طب على العكس منهم مين بقى؟ قلنا الاندروجين، قلنا الهايبوثايروديزم، الحاجات دي بتعمل ايه؟ اه تمام برافو، هتقلل لنا السكس هرمون بايندنج جلوبولين فهتزود لنا الهيرسيوتيزم ماشي. فممكن يجي لنا سؤال باي طريقه بقى، ممكن يقول لنا مثلا إيه مين في دول اكسبت، مين ممكن يزود سكس هرمون بايندنج جلوبولين اكسبت مثلا، ممكن يجي لنا العكس، يبقى انتوا عارفين مين اللي بيزود سكس هرمون بايندنج جلوبولين ومين اللي بيقللها تمام. يعني عيان عندها الاندروجين زياده يبقى هيبقى عندها هيرسيوتيزم، لان الاندروجين بيعمل ايه؟ بيقلل سكس هرمون بايندنج. اه ممكن يجي لنا بقى اسئله بصيغ مختلفه، مين في دول اكسبت، كل دول بيزودوا ما عدا حد، ممكن كذا، بس احنا نبقى عارفين الاساس ايه تمام، مين اللي بيزود ومين ما بيزودش تمام. مهمه جدا دي، انا شرحتها كذا مره يومها، مهمه جدا جدا عشان نفرق بينهم تمام. طيب فرضا مثلا عندنا عيانه مثلا ماشي 18 سنه مثلا 20 سنه واتيفر عمرها كام سنه ماشي، وبعد كده جايه بتشتكي من شويه اعراض ماشي، انا عاوز اشخصها بي سي او، ايه الاعراض اللي ممكن تبقى موجوده وايه الاعراض اللي ممكن تبقى اقل حاجه موجوده عندها؟ بص يا جماعه البي سي او ده عباره عن ايه؟ قلنا ان هو بيبقى في خلل في الهرمونات عندها، ويبقى في مثلا شويه كرايتيريا بتظهر على الجسد ماشي، ساعات بيبقى في اوبيزيتي، ساعات بيبقى في اكنسوزيس نيجريكانس، ساعات بيبقى فيها اندروجين الوبيشيا اللي هي بيبقى من فوق بولدنس شويه، ممكن يحصل لها اكني تمام. بس اقل حاجه بتحصل فيرلايزيشن، العينه دي ممكن يحصل لها هيروسيتيزم. انا قلت لكم في حاجه اسمها ديفيمينايزيشن، في حاجه اسمها فيرلايزيشن، صح ولا غلط؟ تمام. الفيروليزيشن بيحصل كليتروميجالي، كليتروميجالي ده اقل حاجه ممكن تحصل مع البي سي او تمام. يعني ممكن العينه دي يحصل لها اكني، ممكن يحصل لها اندروجين الوبيشيا، ممكن يحصل لها مثلا اللارجمنت اوف سايز اوف زيوتراس، ممكن يحصل مشاكل كتير، بس اقل حاجه ان بيحصل كليتروميجالي، لان ده بيبقى ليه علاقه بالحاجات اللي فيها فيروليزيشن، فيروليز اوفيريان تيومر، اندروجينيك تيومر بسبب فيروليزيشن، ده اللي يعمله كليتروميجالي بس مش البي سي او، يعني اقل حاجه ممكن تظهر معاها تمام. نخلي بالنا من الفيروليزيشن اعراضها ايه تمام في المحاضره دي. يبقى ايه اعراض الفيروليزيشن؟ كليتروميجالي، كليتروميجالي بتحصل دايما معاها ايه في الفيروليزنج اوفيريان تيومر، يعني مش بتحصل مع البي سي او. اخر حاجه ممكن تحصل مع البي سي او كليتروميجالي، او اقل حاجه بتحصل في النادر بس الكومن، الحاجات الثانيه اللي احنا قلنا عليها انفيرتيليتي منسترال ايرجولاريتي اندروجين الوبيشيا اكنسوزيس نيجريكانس اكني، الحاجات العاديه. اخر حاجه ممكن تحصل معاك كليتروميجلي اللي يحصل فيرلايزيشن تمام. طيب برضو بالنسبه للهيرسيوتيزم، لو قلنا عيانه عندها بي سي او، نخلي بالنا بي سي او والدهيه الليفل بتاعها 750 ماشي، ايه الحاجه اللي انا اعملها لها؟ انا قلت لكم في المحاضره عيانه الدهيه 750، احنا قلنا الدهيه لما تبقى عاليه ده انديكيشن لايه؟ ادرينال تيومر ولا ايه؟ برافو. طيب ايه الانفيزيجيشن الثانيه اللي عاملها على طول؟ سيتي ابدومن. برافو برافو. ممكن يجي لنا حاجات كتير، سونار مثلا، سونار 17000 هيدروكسي بروجستيرون، جلوكوز تيست مثلا، ام ار اي، ممكن يجي لنا 500 حاجه. بس هو الام ار اي حلو للحوض، بس في حاله الدهيه عاليه سي تي على طول ماشي. انتوا صغيرين مش هيجي لكم سي تي وام ار اي في سلايد واحده، بس انا بعرفها لكم للمعرفه تمام. طيب انا لقيت الدهيه 750 800 900 وات ايفر اكتر من 700، انا قايل لكم احفظوا الرقم 700، يبقى الحل الثاني سي تي ابدومين على طول عشان اكسكلوجن اوف ريلايزنج او اكسكلوجن اوف ادرينال تيومر ماشي. طيب سي مثلا عيانه جايه بتشتكي ان عندها امينوريا تمام، العيانه دي مثلا انا لقيت عندها ال LH عالي تمام، وبعد كده هي بتقول لي انا بمارس رياضه كتير وعملت التحليل ده يا دكتوره لقيت ال LH عالي وانا عاوز اعرف واطمن على نفسي ماشي، ايه الحاجات اللي انا ممكن اشك ان هي السبب في كده، وايه الحاجات اللي انا اقول انها اقل حاجه في كده؟ مثلا الكورتيزون مثلا عالي عشان الاسترس،
بصوا ال اتش عالي ده ممكن نشك في ايه بي سي او تمام. ممكن العينه تبقى اوبيز، احنا قلنا بيحصل كونفرجن في الفات من هرمون لهرمون والكلام ده ماشي. طب لو قلنا اقل حاجه ليها علاقه بال اتش عالي، اقل حاجه يعني لو جبت لكم شويه اختيارات مثلا ماشي، لو قلنا مثلا بودي ماس اندكس ليها علاقه ولا ملهاش علاقه؟ ليه ليها علاقه طبعا، عينه تخينه في الغالب بيحصل هرمونات بتتحول في الفات، بيزيد ال LH بيزيد الاندروجين بيزيد ال LH، يعني بيبقى فيشال سيركل زي ما قلت لكم في المحاضره. طب لو قلنا هي العينه بتمارس رياضه ليها علاقه؟ لا بالعكس، ده الجسم الصحي والرياضي بيظبط الهرمونات. بدليل ايه؟ بدليل انا العينه اللي عندها بي سي او بقول لها روحي مارسي رياضه، الهرمونات هتتظبط. احنا قلنا في البي سي او قلت لكم العلاج الاول ايه، بنعمل حاجه اسمها لايف ستايل موديفيكيشن، يعني اقول لها ظبطي اكلك مارسي رياضه. وانس العينه بتمارس الرياضه وبنديها ساعات سيدوفاج معاه، بلاقي النسب تماما اتظبطت، ال LH وال FSH نسبتهم اتظبطت. يعني لو عينه بتمارس رياضه ريسنت اكسرسايز مثلا او حاجه وات ايفر، حتى لو اكسرسايز زياده وحاجه لسه جديده مثلا، مش هتاثر لي على ال LH، ده بالعكس ده بتحسن لي نسبه ال LH. طيب تاني نقطه، ابنورمال لو قال لك ال LH عالي ممكن حسب التايم في المستيرال سايكل، ال LH ده ممكن مثلا انا بعمله امتى التحليل؟ تاني او تالت يوم الدوره. لو عملته على الاوفيوليشن او وقت تاني ال LH surge بيزيد عند الاوفيوليشن، لو هي عاملاه عند الاوفيوليشن هيبقى عالي. يبقى التايم في المنسترول سايكل مهم ان انا اعرف هي عامله ال LH ده امتى تمام. لو تاني تالت يوم تمام كان عالي، لا العينه دي عندها حاجه ابنورمال، بس افرض هي عاملاه عند الاوفيوليشن يبقى لازم اسال العينه بالتفصيل انت عامله التحليل ده امتى؟ قالت لك عند الاوفيوليشن اقول لها لا معلش مش هاخد بيه لان طبيعي انه يبقى عالي ماشي. عينه بتاخد مثلا هرمون الكونتراسبشن ممكن طبعا ياثر، يبقى ايه الحاجه اللي ما تاثرليش على ال LH عالي؟ ان العينه دي بتكون بتمارس رياضه تمام، لان ده بيمارس اللي بيمارس الرياضه ده بيحسن الهرمونات. وافتكروا دايما الكلمه اللي انا قلتها ان العيانه اللي عندها بي سي او بقول لها مارسي رياضه، البي سي او عندها ال اتش عالي، انا لما بقول لها مارسي رياضه بيظبط لي نسبه الهرمونات اللي عندها تمام. ماشي، هو السي او سي ده ممكن ياثر على الاف اس اتش لكن ال اتش لا؟ بص هو السي او سي ده بيأثر على البرين ماشي، وحسب نوع الهرمون وحسب نوع البروجستيرون اللي موجود ماشي، لان غالب السي او سي دوت ماشي ممكن بيعمل سبريشن لبعض الهرمونز وحسب نوعه كده. فانا لما اتكلم ايه الحاجه اللي هي مخليه ابنورمال ال اتش واقل حاجه، اصبص ممكن السؤال يجيب لك ليست اقل حاجه ممكن تعمل لي الكلام ده اللي هو الاكسرسايز طبعا. يعني لو هنقارن ما بين كذا حاجه، لا الهرمونات ممكن تاثر ماشي، ممكن تاثر على ال اتش، واحده بتاخد هرمونز لا ممكن ياثر. طيب اوف منسترول سايكل وقتها فين؟ في نص الدوره ولا اولها ولا امتى؟ بودي ماس اندكس ممكن ياثر، عينه تخينه لا طبعا ال اتش في الغالب هيبقى زياده عندها، ودايما البودي ماس اندكس ليها علاقه بالبي سي او. بس الحاجه اللي اقل حاجه واحده بتمارس الرياضه انا بقول لها صلحي البي سي او بالرياضه تمام معايا. احنا دايما في حاجات في الطب تقول لك مثلا زليس يعني اقل حاجه احسن حاجه، يعني كلهم قريبين من بعض بس في حاجه اقل واحده فيهم كلهم تمام. طيب في حاجه انا كنت قلت لكم عليها كونجنتال ادرينال هايبربليزيا، ايه اللي بيزيد وايه اللي بيقل؟ عشان انا زعلت في المحاضره اللي فاتت قلته شرحته كويس، وجينا في المراقبه على الامتحانات لقيت الدكاتره مش عارفين اجابه السؤال ده اللي هو 7 هيدروكسي بروجستيرون وبيقل الكورتيزون. برافو عليك، برافو. بصوا بقى 7 هيدروكسي بروجستيرون هو اللي بيقل، في ساعات ممكن يجي لكم 7 هيدروكسي بروجنانولون مش فارقه معانا، ما هي دي هي دي، بس ده بيقل ولا بيزيد؟ يبقى انا نحفظ 7 هيدروكسي بروجستيرون بيزيد، يبقى الكورتيزول بيقل، بدليل ان انا بعالج كونجنتال ادرينال هايبربليزيا ايه الكورتيزول. انا لما نبقى بنمر في الامتحان وتلاقي الطلبه مش عارفين السؤال، يعني حاجه بتزعل، يعني ده ما حضرش محاضره ما سمعش محاضره اصلا. طيب لما نيجي نقول مثلا عينه عندها ايرجولر منستريشن ماشي، نركز معايا الحاجات دي انتوا خدتوها قبل كده في البطنه طبعا، ولقينا عندها راوند مون فيس وعندها بروكسيمال ماسل ويكنس تمام، ده كوشنج في العيانه دي كوشنج سندروم. ايه التست اللي انا بعمله؟ كورتيزول. بنعمل اسمه اللي هو شورت ستريس اسمه شيكس ستريس. ايه ده دورت انا قايله لكم في المحاضره الدكساميثازون سبريشن. هو ده سبريشن تست. بصوا في حاجه ثانيه بنعمله ممكن نعمل لها حاجه قبل الدكساميثازون، بنعمل 24 اور يورينري كورتيزول اكسكريشن ماشي. هل عينة عندها مثلا شك انه جوشنج اعمل لها تستوستيرون ليفل توتال؟ لا انا شاكه في جوشنج يبقى ادور على الجوشنج. ايه الحاجه اللي في الجوشنج؟
24 يورينري كورتيزول تمام. هل بعمل لها انتي ميلاتونين هرمون؟ هل بعمل لها ادرينوكورتيكوتروفيك هرمون ستيميليشن؟ لا، اول حاجه افكر فيها اجمع لها الكورتيزول 24 اور ماشي، دي ابسط حاجه تمام. يعني عيانه جايه لي شكيت انها مون فريز لا دي ممكن تبقى جوشن، يبقى اول حاجه بعملها ايه؟ اجمع لها الكورتيزول ليفل يورينري 24 ساعه تمام. تمام احنا قلنا 24 اور يورينري كورتيزول بجمعه، وبعد كده ممكن نعمل ديكساميثازون سبريشن تيست، بس الاسهل ان انا اجمع لها اليورين في 24 ساعه الاول تمام. بصوا يا جماعه انا قلت لكم قبل كده في حاجات العينه لما تاخدها لازم امنع الحمل تمام. عينه بتاخد فيتامين اي واتيفر بقى الاسم اللي هيجي لك ازوتريتينوين نيكلوك اكونيت او واتيفر اي اسم بيتاخد فيه فيتامين اي ماشي، اي عينه بتاخد فيتامين اي لازم اعمل ايه؟ امنع الحمل تمام. يعني لو اي عينه بتاخد فيتامين اي عشان الاكني تمام، لما يقول لك ايه العلاج التاني اللي هي تاخده معاها، لو جاب لك شويه علاجات مثلا ميتفورمين عينه بي سي او مثلا وبتاخد علاج للاكني، نديها ميتفورمين ولا نديها ديبو ميدروكسي بروجستيرون ولا نديها مثلا 5 الفا ريدكتيز ولا سبايرولاكتون ولا نديها مثلا وات ايفر بقى العلاج اللي هتاخده، لو اخترنا من كذا حاجه نديها ايه؟ هي بتعمل كونترسبشن. كونترسبشن مثلا نديها حقن منع الحمل، نديها حبوب منع الحمل، وات ايفر لازم اديها وسيله منع الحمل. اي عينه بتاخد فيتامين ايه لازم تاخد وسيله لمنع الحمل تمام. ده عشان بس اللي بيشتكوا المحاضره صعبه، لا هي المحاضره سهله بس احنا نركز على النقط المهمه اللي انا بقول لكم عليها عشان دي بتساعد ان الواحد يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. دي حاجات لحياتكم العامه يا دكاتره ماشي. ما ينفعش عينه تكون بتاخد فيتامين ايه واقول لها عيشي حياتك، لا ما ينفعش تحمل اصلا. تاني حاجه احنا قلنا فيها برضو ايه تاني؟ في ايه؟ انا قلت لكم في حاجه برضو ان انا ممنوع العينه تحمل اثناء ما بتاخد العلاج دوت. ايه تاني؟ السبايرولاكتون. برافو عليكي، لان يعني ده ممكن يعمل هيمنايزيشن. هيمنايزيشن لو هي حامل، يعني عينه زي دي بتاخد حبوب مثلا اكونيت اديها معاها مثلا اديها سبايرولاكتون، لا ما ينفعش، ده بيعمل هيمنايزيشن للميل فيتس. اديها 5 الفا ريدكتيز زي، حتى لو هي قال لك مثلا بيشتكي مثلا من اكني مثلا مع هيرسيوتيزم، هل ينفع اديها سبايرولاكتون؟ لازم تاخد وسيله لمنع الحمل اهم حاجه ماشي. تاخد وسيله لمنع الحمل ابتدي اديها بقى كل حاجه تانية مفيش مشكله. يبقى انا دايما بدي وسيله لمنع الحمل، لو واحده بتاخد فيتامين اي، واحده بتاخد علاج الهيرسيوتيزم بيعمل فيمنايزيشن للميل فيتس زي اي حاجه فيها 5 الفا ريدكتيز انهبيتور تمام. دي معلومات لحياتكم، انا مش عاوزه المعلومه بس تبقى للامتحان، خايفين من الامتحان عاوزين تعرفوا المحاضره امتحان، لا معلومات لحياتكم تمام. عشان كده احنا قلنا سبايرولاكتون او سيبروتيرون اسيتيت بناخده فين؟ بناخده في الديان. ديان ده عباره عن اسنايل استروجين، اسنايل استراديول ومعاه سيبروتيرون اسيتيت. ده بيعمل ايه؟ ده بيضرب عصفورين بحجر واحد، يمنعني الحمل وبيعالج لي الهيرسيوتيزم ماشي. اي عينه بتاخد سيبروتيرون اسيتيت لازم نمنع الحمل معاها، زي اللي هي بتاخد ايه؟ بتاخد حاجه اورال ايزو تريتينوين تمام. نخلي بالنا من النقطة البسيطة دي. طيب دكتور، طب هو غير الكومبايند ده ايه احسن كونترسبشن اديه لها معايا؟ لا بص، هو اهم حاجة التارجت ان انا ابقى فاهم ان عيانة بتاخد حاجة زي كده، ناخد حاجة لمنع الحمل. دي عيانة مثلا بتشتكي من اكني، ساعات البروجستيرون اللي هو موجود في حقن منع الحمل ده يقلل ساعات الهرسيوتيزم شوية، او الانواع الجديدة من حبوب منع الحمل البروجستيرون الموجود فيها بيقلل هرسيوتيزم، يعني مثلا زي الجينيرا الجاسمين الحاجات دي بيقلل هرسيوتيزم شوية. مش مهم ايه، ممكن يقول لك السؤال بصيغ مختلفه، المهم ان يكون عندك وسيله لمنع الحمل فيه تمام. دكتور ماشي، عندي سؤال، هو ايه الدواء اللي كان كومبايند بيبقى ينفع اديه لواحده حامل في نفس الوقت ما يعملش يعني فيمينايزيشن اوف ذا ميل فيتوس؟ كان اسم دواء كان قلتي بس انا مش لا ديان، بس مش لحامل، واحده ما تحملش، علاج الهيرسيوتيزم كله ما ينفعش الواحده تحمل فيه. تمام. الا لو واحده بقى بتاخد مثلا عندها بي سي او وبنحسن شويه الهيرسيوتيزم بميتفورمين، بنحسنه شويه ماشي، بتحسن وينفع تحمل بالميتفورمين مفيش مشكله سيدوفاج، بس ما ينفعش على واحده بتاخد علاج فيتامين اي واقول لها احملي، لازم وسيله. ما ينفعش عيانه بتاخد سايبروتيرون اسيتيت او اي حاجه الهيرسيوتيزم اللي هي فيها الفا ريدكتيز 5 الفا ريدكتيز انهبيتور
او بيعمل بلوكج للاندروجين ريسبتور واقول لها احملي، كل ده لازم وسيله لمنع الحمل. اللي انا قلته ديان ده عباره عن ايه؟ سايبروتيرون اسيتيت ومعايا اسينال استرادول، يا بمنع الحمل وبعالج الهيرسيوتيزم وبنظم الدوره. تمام. طيب لو قلنا عيان ده عيانه عندها بي سي او ماشي، وبتاخد مثلا اندكشن للاوفيوليشن، تاخد وات ايفر بقى كلوميفين سيترات في مره وات ايفر العلاج اللي بتاخده ماشي، وبعد كده انا عاوز احسن الريسبونس. جت تقول لي يا دكتوره انا عاوز احسن الريسبونس بتاع العلاج بتاعي، اديها ايه تاني؟ ميتفورمين. هي عينه بي سي او نديها ميتفورمين. نخلي بالنا، خلي بالك اصل ممكن يقول لكم مثلا حاجات كتيره بصيغ مختلفه، يبقى انا ببقى مركزه دي بتاخد مثلا حاجه حب الشباب يبقى لازم امنع الحمل، واحده عاوزه احسن اوفيوليشن هو ما قاليش انها بتاخد ميتفورمين يبقى لازم اديها ميتفورمين. تمام. طيب ايه الكومن كوز احنا بنقوله السبب بتاع الانفيليشن وبيعمل لنا انفيرتيليتي؟ حاجه بالنسبه لنا في النساء، ايه الكومن حاجه كومن كوز اوف انفيليشن عندنا في النساء؟ بي سي او. برافو، بي سي او. لو جاب لك حاجات تانية كتير بقى واتيفر بقى حاجات عندنا تانية، لا الكومن بي سي او. لو جاب لنا مثلا هايبوثايروديزم، هايبربولاكتينيميا، هايبو اندروجينيك، واتيفر بقى 500 سبب تاني، اهم حاجة عندي كومن كوز انفيليشن معايا في النساء ايه؟ انا بشتكي البيشنت تشتكيني من بي سي او. تمام. ودايما زي ما قلنا البي سي او اهم حاجة ان احنا بنعمل لايف ستايل موديفيكيشن، تعديل نظام الحياة، رياضة، نقلل الكالوريز والاكل، بندي ميتفورمين، وبعد كده بنشوف البيشنت دي عاوزه تحمل ولا مش عاوزه تحمل. عاوزه تحمل بنعملها اندكشن اوف اوفيليشن، ندي بقى كلوميفين سيترات مع الميتفورمين. مش عاوزه تحمل عاوزه تظبط البيريود، في شويه هيرسيوتيزم ممكن نديها حاجه زي الديان يظبط لنا البيريود ويعالج الهيرسيوتيزم. يعني حسب البيشنت في البي سي او بتشتكي من ايه وعاوزه تعالج ايه بالظبط. تمام يا دكاتره. دي اهم الحاجات في الهيرسيوتيزم والبلفيك بين. تمام. ومحاضرتين النهارده انا قلت لكم برده الحاجات المهمه فيها. انتوا النظر يوم كام؟ 9. النظر يوم ما بين 9 و 10 بس مش متاكدين. إيه؟ ما بين 9 و 10 بس مش متاكدين لسه. يعني احتمال يتاجل ولا ايه؟ 9 10 ده هيكون موافق ايه؟ هيكون موافق حد موافق يوم الاحد 9 او يوم الاثنين 10، بس لسه ما بعتوش جدول فمش متاكدين. ان شاء الله دكتور ممكن يتاجل. ان شاء الله. ان شاء الله تبقى مركز بس دكتور. يا رب دكتور. معلش اتفضل. هو ممكن حضرتك تقول لنا نركز برضو على ايه في محاضره البريست والانترودكشن للتيومرز؟ عشان المحاضرتين دول فيج يعني قوي بصراحه. لا انا قلتها لكم ساعتها في المحاضره قلتها. بس حضرتك المحاضره بتاعت انترودكشن للتيومرز دي يعني هو كل تيومر مشروح لوحده في محاضره، فانا مش عارف المحاضره دي المفروض نركز على ايه فيها يعني. انا مش عارفه والله. ما اصل بصوا انتوا ممكن تاخدوا كل تيومر هيجي لكم اسئله منه. يعني انا قلت لكم انا في المحاضره اللي قلت لكم عليه مهم قلتها لكم. يعني البريست قلت لكم البريست ممكن يجي ايه فيه، يعني انا قايله لكم ساعتها ركزوا على دي وركزوا على دي، قلت لكم عليها في المحاضره. يعني هي انا بقول شرح اليوم ده احنا شرحنا المحاضره كلها على بعضها كده يعني، ما كانش في حاجه يعني كانش حاجه مهمه قوي ركزنا عليها. لا لا يعني حضرتك ركزت على حاجه سريعا دلوقتي مش يعني يبقى في خمس دقايق كده ايه احنا المحاضره. طيب اوكي. بصوا يا جماعه اللي انا فاكره محاضره البريست احنا قلنا اهم حاجه الكومن متاسس سايت في البريست ايه؟ البون سباين. البون. براو. طيب احنا قلنا المونتجمري تيوبركل دي عباره عن ايه؟ اوبستراكشن مونتجمري جلانز. دي عباره عن ايه؟ سبيشس جلانز، موديفايد سبيشس جلاند. ماشي. وبعد كده انا قلت لكم لو عينه جايب كانسر بريست ايه الحاجات اللي هي لا مش كانسر بريست، معينه عندها بريست ديزيز وات ايفر الكوز ايه، ايه اقل حاجه في الاهميه او اقل حاجه بتظهر وفي الغالب بتكون مع المالجنسي؟ بصوا يا جماعه احنا لما اتكلمنا على محاضره البريست قلنا في الغالب البريست كانسر بيبقى بين ليس، ما فيهوش الم. ماشي. بيبقى بين ليس. ماشي. بريست ديزيز معظمها بيبقى فيه بين، وات ايفر فايبر ادينوزيس بريست سيست الكلام ده في الغالب بيبقى فيه بين، فايبر ادينوزيس بيبقى فيه سايكليك بين. تمام. احنا قلنا ايه اللي فيه سكن ابنورماليتيز اللي هو البريست كانسر. البريست كانسر ده عباره عن ايه؟ حاجه بتبقى رير شويه. البين بيبقى موجود بنسبه كام؟ 10% في البريست كانسر. فانا لما اجي اقول مثلا اقل حاجه بيحصل لها برزنتيشن في البريست ديزيز
يبقى اقل حاجه دي السكن مانيفيستيشن صح. الحاجه اللي بتحصل مع البريست مالجنسي يبقى السكن مانيفيستيشن. لا ممكن عيانين كتير يقولي بريست بين ريتينشن سيست مثلا فايبر ادينوز فالبوبل ميس عندها فايبر ادينوما فايبر ادينوز سيست نيبل ديسشارج ناس كتير بيقول لهم نيبل ديسشارج واتيفر بقى سكريشن ميلك ولا سيرس سكريشن ولا في انفكشن بلادي ولا ديسكالر ديسكريشن الحاجات دي بتيجي كتيره. بس سكن ابنورمالتيز دي بتيجي رير لان دي بتبقى مع في الغالب مع بريست كانسر وليت ستيج اوف بريست كانسر تمام. يعني لو قلنا عيانه جايه لها بريست ديزيز واقل مانيفيستيشن ممكن تيجي اللي هي الحاجه اللي هتحصل مع الرير مع البريست كانسر تمام. طب لو انا قلت لكم لسه قايلها لكم لما اجي انتي بيوتيك مثلا البيبيرال ماستايتس بدي يعالج ايه من الميكروبات؟ كلكم تجاوبوها ستاف ستاف صح برافو ستاف. وبيبيرال سيبسيس قلنا ايه؟ قلنا بندي حاجه للستريبتوكوكس ماشي او الكومن اورجانيزم ستريبتوكوكس. طيب انا قلت لكم برده في المحاضره لو جات لنا ست مثلا وبتشتكي من ماستالجيا وبيبقى لقينا الاكزامينيشن مثلا وقلنا سايكليك بين وبس بتشتكي من بين في البريست اعمل لها ايه؟ لو قال لك ايه الحاجه اللي انا المفروض ما اعملهاش ليها؟ اي عيانه جايه بعمل لها كلينيكال اكزامينيشن تمام يا دكاتره بنعمل الترا ساوند ماشي بنعمل ماموجرام. طب انا عندي برضو كان في دوره تدريبيه حضرتها قبل كده كانوا بيقولوا ان العيانه اقل من 35 سنه لو رضعت تمام يعني خلفت ورضعت تمام بنعمل لها ماموجرام ما رضعتش بنعمل لها ماموجرام بعد 35 سنه. هات الكلام بيختلف من اماكن ثانيه بس لو عينه عندها مثلا فاميلي هيستوري صعب 40 مستحب تعمل ماموجرام لو عندها فاميلي هيستوري بنعمل اقل من كده تمام. بس هو المفروض ان انا بعمل اكزامينيشن ممكن ناخد بايوبسي لو في ميت. طب عينه جايه لي بين تي مثلا ايج مثلا اباف 40 ينفع اعمل لها ري اشورنس؟ لا اقول لها روحي ينفع؟ لا ما ينفعش ما ينفعش طبعا ري اشورنس. لا بعمل لها حاجه ما اعملهاش ما ينفعش طبعا امشيها بين لان احنا قلنا في 10% اوف بريست كانسر بيبقى فيهم بين تمام. فما ينفعش اقول لها ري اشورنس لا لازم اعمل لها بريست اكزامينيشن اعمل لها ايميجنج اعمل لها ماموجرام اعمل لها سونار لو في ما في ماس اخد بايوبسي لازم دي نعملها ماشي. بس البريست صغيره يعني ما فيهاش حاجه احنا قلنا المونتجومري تيوبرك اللي هي عباره عن ايه موديفايد ايه سبيشال جلاند موديفايد لوبريكيتنج سبيشال جلاند دي اسمها مونتجومري تيوبركل ماشي. قلنا اللي في ريتينشن تيست في فايبرو ادينوزس فايبرو ادينوزس بيعمل لنا سايكليك بين السيست ساعات بتعمل لنا بين الفايبروميوما بتبقى دايما سنجل البريست كانسر طبعا انتوا واخدين العلاج احنا مش هنتكلم عن العلاج لان ده تبع الجراحه يعني بس الحاجات البسيطه اللي انا قلتها لكم دي هي اللي ممكن انتوا تبقوا مطالبين بيها في الليل. بس الجينيكولوجيكال تيومر انا قلت لكم برده مهم ان احنا عيانه عندها هيومن بابيلوما فيروس احنا قلنا هيومن بابيلوما فيروس ممكن يعمل لنا كانسر سيرفيكس صح بيجي في شكل جينيتال وورد خارج الوورد ممكن يعمل لنا انترا ابيثيليال نيوبلاز تمام ممكن يعمل لنا مشاكل كتير. بس هل بيعمل حاجه اسمها ليتنت هيومن بابيلوما فيروس انفيكشن؟ لا مفيش حاجه لان ده مش هربس. في فرق بين الهيومن بابيلوما فيروس وفي فرق بين الهربس تمام. هيومن بابيلوما فيروس مفيش حاجه اسمها ليتنت انفيكشن ما ينفعش بيربس هو بيظهر لنا على شكل جينيتال وورد وده لازم ممكن يعمل سيرفايكال كانسر بعد كده. ودلوقتي بيدوا حاجه اسمها فاكسين للهيومن بابيلوما فيروس وبياخدوه بره في سن صغير عشان يعني وبيدوا للهربس وبيدوا حاجات في فاكسينات كتير ابتدوا يخترعوها دلوقتي بره ماشي. بس اهم حاجه عندي انا لقيت جينيتال وورد ابتدي اعالجه على طول ماشي واشوف الهاسبند بحيث ان البيشنت تاخد هي وهير هاسبند التريتمنت تمام. وممكن العيانه الحامل وعندها هيومن بابيلوما فيروس ممكن يعمل لارينجيال بابيلوما لو بتولد طبيعي فدي مستحب تولد قيصري يا دكاتره تمام. طيب لو قلنا عيانه جايه لنا ولقينا الباب سمير اتيبيكال سيلز ماشي واتيفر الاتيبيكال سيلز دي ايه بنعمل لها ايه بعد كده؟ بنعمل لها كل حاجه نعمل لها ممكن كولبوسكوبي ممكن نعمل لها اندوميترال بايوبسي ممكن نعمل لها اندو سيرفايكال سامبلنج ممكن كل حاجه اعملها لها تمام بحيث اطمن على البيشنت دي تمام. اي عيانه ابنورمال باب سمير وسحب نعمل كولبوسكوبي كولبوسكوبي ده ان احنا بندخل كولبوسكوب وبنشوف الابنورمال اريا ونعمل لها مثلا ستيننج بمواد معينه اكيد انتوا خدتوا الكلام ده ماشي.
ان ممكن نعملها اندوميترال بايوبسي نشوف الاندوميتريوم في سيك اندوميتريوم ناخد نعمله باثولوجي، ممكن نعمل لها اندو سيرفايكال سامبلنج ناخد مسامبل من اندو سيرفكس ونحللها تمام. كل ده بنعمله لها عشان نطمن عليها تمام، يعني مش حاجه واحده، مستحب ان انا اعمل لها كل الحاجات دي عشان اطمن عليها. طيب احنا قلنا الاندوميتريال كانسر ماشي، انا قلت لكم في حاجتين اندوميتريال كانسر، قلنا الهايبر استروجينيميك ستيت بيبقى موجود، وقلنا في اسباب كتير ليه واخدينها بالتفصيل، وقلت لكم في حاجه اسمها كانسر كوربس سندروم، ان العيانه دي بيبقى عندها اوبيز ودايبيتك كانسر تمام. وقلنا ايه الحاجه اللي ممكن تقلل الكانسر، الحاجه اللي بتقلل الاستروجين زي ايه؟ ممكن يعني عيانه بتشرب سجاير عندها ريسك اندوميتريال كانسر كتير ولا قليل؟ لا قليل، قليل طبعا. اوبيزتي بتزوده، تاموكسيفين ان اوبيز استروجين، واحده بتاخد هرمون الريبليسمنت ثيرابي، واحده بتاخد استروجينك تريتمنت، كل الحاجات دي اوبيزتي، كل الحاجات دي بسبب الاندوميتريال كانسر. الحاجه الوحيده اللي بتقلله سيجاريت سموكينج تمام. طيب لو عينه لقينا عندها مثلا اندوميتريال هايبربليزيا وات ايفر بقى نوعها ايه، كومبلكس سمبل وات ايفر، المهم ما فيهاش اتيبيا تمام، لو فيها اتيبيا دي مستحب نعمل هيستيركتومي. بس اندوميتريال هايبربليزيا ما فيهاش اتيبيا بنديها ايه؟ بروجستيرون. لو اقل من 40 سنه ممكن نديها حاجه فيها اورال كونتراسبشن كمان، ممكن نديها كومباين اورال كونتراسبشن مفيش مشكله، ده عباره عن استروجين بروجستيرون. ممكن اديها حقنه منع الحمل ميدروكسي بروجستيرون اسيتات، ممكن اركب لها امبلانون، ممكن اديها كومباين اورال كونتراسبشن ماشي، ممكن اديها مرينا. على فكره لما بتيجوا حالات كلينيكال ونسالكوا فيها اندوميتريال هايبربليزيا او مثلا بليدنج او مينوراجيا او الكلام ده، ايه الوسيله اللي ممكن نركبها وتقلل البليدنج او نعمل لها حاجه مانوفر او وسيله لمنع الحمل تقلل البليدنج؟ في ناس للاسف ما بيعرفوهاش، اللي هو ليفونورجستريل ريليزنج انتراراين سيستم، او اللي هو مرينا او بروجستيرون اي او دي، يعني اي حاجه من دول، يعني تطقوا اي حاجه من دي، دوت طبعا بيقلل لنا الاندوميتريال هايبربليزيا، بيقلل لنا المينوراجيا، يعني وات ايفر الصيغه بتيجي ازاي سواء في كلينيكال او نظري او كده. لا مهم جدا اللي بقى عارفين ان البروجستيرون لو عيال عندها اندوميتريال هايبربليزيا دوت بيعمل سبريشن للهايبربليزيا تمام، فميدروكسي بروجستيرون اسيتيت يستخدم كغلاج حقن منع الحمل، كبسولات منع الحمل، اقراص البروجستيرون تستعمل، نستعمل لولب هرموني، ممكن نستعمل لها اقل من 40، ممكن نستعملها كومباين اورال كونتراسبشن مفيش مشكله فيها بروجستيرون. كل الحاجات دي ممكن تستعملها في عينه عندها اندوميتريال هايبربليزيا بس ما فيهاش اتيبيا، لان اتيبيا دي بيبقى ليها علاج تاني خالص، مستحب هيستريكتومي ليها تمام. وحسب برضو الحاله بس لو اكثر من 40 مستحب هيستريكتومي، اقل من 40 بنعمل لها بقى الحاجات دي. وممكن لو اكثر من 40 اندوميتريال هايبربليزيا ما فيهاش اتيبيا ما فيش حاجه، لسه ما خلفتش برضو لا بنصبر عليها. ما بص التريتمنت بيبقى يعني حسب البيشنت، بيتفصل على البيشنت حسب دي مثلا عاوزه تخلف ما تخلفش كومبليت فاميلي لايف، يعني حسب البيشنت عاوزه ايه وحسب الكلينيكال كونديشن، هل بتشتكي من مينوراجيا، هل بتشتكي من ميتروراجيا، بتشتكي من ايه بالظبط، فحسب البيشنت بتشتكي من ايه بنعالجها على اساس الشكوى بتاعتها تمام. اوكي حد عاوز يسال في حاجه تانية؟ دكتور حضرتك قلت الهيومن بابلوما فيروس ما ينفعش اعمله سي سكشن؟ ما فيش ايه؟ ما ينفعش اولادها سي سكشن ولا ايه؟ هيومن بابلوما فيروس عشان هيومن بابلوما فيروس بتعمل لارينجيال بابلوما، فاولادها عادي فاجينال يعني صح؟ لا ما ينفعش نولدها فاجينال، بنولدها قيصري تمام؟ تمام ماشي اوكي تمام يا دكتور شكرا، يلا بالتوفيق ربنا يوفقكم كده ان شاء الله، بالتوفيق باذن الله يا رب تمام. الدكاتره اللي مع دكتوره كريم راحوا له ولا لا؟ تمام يا جماعه، حد عاوز يسال في حاجه تانية؟ لا شكرا لحضرتك يا رب ان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله ماشي اوكي شكرا لحضرتك العفو الف سلامه مع السلامه.